كده واضح صح؟ واضح اي دقائق بس، انا خليني اعمل اللايف في الفيسبوك عشان ايوه نبدا اتفضل طوال. اتفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم جميعا في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين، اليوم الخميس 11 يونيو 2011. يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا الدكتورة الرائعة دكتورة شاهيناز عبد الرحمن عثمان بشير، وهي أستاذ مشارك في تكنولوجيا التعليم بجامعة الشقرة في المملكة العربية السعودية، مدرب معتمد من شركة جوجل ومايكروسوفت، ماستر ترينر، عندها عضوية المؤسسة العالمية للتربية والاتصال التكنولوجي ACT، عضو المجتمع العالمي للتكنولوجيا في التعليم، وعضو رابطة التربويين العرب، وعضو الجمعية السعودية للتربية وعلم النفس، وعندها العديد من الأبحاث المشهورة والكتب عالميا وإقليميا. دكتورة شاهيناز هتكلمنا إن شاء الله في سيمينار بعنوان التحول للتعليم الإلكتروني في السودان بين تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل. مرحبا بك دكتورة شاهيناز، ويشرفنا جدا انه نستمع لك ونتعلم منك. تفضل يا دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا دكتور أنور ما قصر، عمل المقدمة المناسبة وما محتاجة حتى أعرف نفسي يعني. شكرا دكتور أنور. يا ريت لو عرفتي نفسك يعني بحساب، لانه طبعا انا بقرا كتب سطور، انت ادرى بنفسك، فيا ريت تورينا اكثر عشان طبعا أنا نقدر. خريجة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، بكالوريوس التربية قسم الكيمياء، وعملت الماجستير كمان في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، بعدين كملت الدكتوراه في جامعة زعيم الأزهري في السودان في تخصص تكنولوجيا التعليم. وانت اشتغلت على الفترتين صراحة، ما اشتغلت في السودان، اشتغلت كمعلمة في وزارة التربية والتعليم في السودان، لكن اشتغلت في الجامعات. اشتغلت في جامعة الملك خالد لمدة 5 سنوات بمحاضر بدرجة الماجستير، ثم بدرجة الدكتوراه في جامعة شقراء في المملكة العربية السعودية، ونلت فيها الترقية لدرجة الأستاذ المشارك. عندي سيرتيفايد، أنا سيرتيفايد إديوكيتر ليفل 1 أند ليفل 2 من جوجل، شركة جوجل، ماستر ترينر من شركة مايكروسوفت معتمدة، وبعدين عندي عدد من الزمالات والعضويات العالمية ذكرها دكتور أنور، ما هأعيدها مرة ثانية يعني. لكن عموما عندي أبحاث كثيرة، ممكن بعدين أي شخص عنده رغبة في التواصل معي في آخر الفيديو حديكم الإيميل بتاعي، ممكن تتواصلوا معي عن طريق الإيميل، عندي على اللينكد إن برضو، أي زول عنده أي استفسار ولا أي حاجة أنا تحت أمركم في أي حاجة محتاجينها. وأنا قدمت كان قبل كده عن في جروب السودانيز ريسيرشرز مقترح للتعليم الالكتروني، اللي هو حاليا حيكون موضوعنا اللي حنتكلم عنه اليوم. اليوم احنا حنتكلم عن تحديات الحاضر، يعني احنا ما حناخد بالضبط الموضوع اللي انا اتكلمت عنه في الورقه بتاعتي اللي انا قدمتها في السودانيز ريسيرشرز، لكن احنا حناخد الموضوع في 4 محاور اساسيه زي ما هو واضح قدامكم. محورنا الاول اللي حنتكلم عنه الخيارات المتاحه في التعليم الالكتروني، ونحن حاليا في الزوم مثلا، ونحن موجودين حاليا، انا متاكده انه معانا ناس من مختلف التخصصات، ومعانا ناس ممكن يكونوا من دول ثانيه يعني. نحن حنتكلم اليوم عن التعليم الالكتروني بتحدي جديد، انه احنا حنستخدم تعليم الكتروني في وضع اقتصادي صعب جدا، وضع سياسي صعب جدا زي الموجود عندنا في السودان، والخيارات ممكن تتاح في الوضعين. اذا كان انا وضعي ممتاز ممكن استخدم شنو، واذا كان وضعي الاقتصادي مثلا سيء او عندي في بعض السلبيات ممكن اتجاوزها كيف، واستخدم
أي تطبيقات التعليم الإلكتروني وأي المهارات وأي الحاجات ممكن أستخدمها من الممارسات ممكن أعتبرها ممارسات جيدة ممكن نأخذها كمستقبل تعليم الإلكتروني ونطور فيها لقدام. محورنا الثاني حيكون عن تحديات الحاضر اللي تواجهنا نحن حاليا السودانيين يعني في وضعنا في بيئتنا السودانية حنحلل وضعنا السوداني. بعدين المحور الثالث حيكون تطلعات المستقبل الحاجة نحن بنطلع حيمشي لها التعليم الإلكتروني فيما بعد والوضع اللي نحن بنأمل إنه نوصله فيما بعد. بعدين عندنا المحور الرابع حيكون خطوات مقترحة نحقترح بعض الخطوات سواء كان للمؤسسات التعليمية أو للأشخاص إنه كيف ممكن نصل لتطبيق تعليم إلكتروني. ونحن بنتكلم حالياً إحنا عايزين نفرق بين نوعين. إحنا عندنا التعليم الإلكتروني اللي بيمثل خيار استراتيجي لدولة كاملة وحنتكلم عن التعليم الإلكتروني اللي بيمثل حالياً انتقال طارئ تحول طارئ نتجاوز به المرحلة اللي إحنا موجودين فيها حالياً الاثنين بشكل وافي إن شاء الله. طيب قبل ما نبدأ نتكلم عن أي حاجة وقبل ما نبدأ نفعل التعليم الإلكتروني في حاجة مهمة جداً جداً إحنا لازم ندرسها قبل أي حاجة قبل ما ندخل المجازفة اللي إحنا حنعملها بتاعت التعليم الإلكتروني في ظل وضعنا الموجود حالياً هي مغامرة. يلا قبل ما نحن ندخل المغامرة اللي إحنا حندخلها دي إحنا في حاجات محددة لازم نتأكد منها. قبل ما نفعل عايزين نستخدم أسلوب تحليل الواقع باستخدام صوت أسلوب صوت اللي هو حيدرس الواقع الداخلي اللي إحنا عايشين فيه في مؤسسة أو في دولة أو في منطقة. أنا ممكن أدرسه في مؤسسة محددة ممكن عضو هيئة التدريس يدرسه لنفسه بس ممكن ندرسه في مؤسسة تعليمية ممكن ندرسه وضع المؤسسة في منطقة محددة مثلا أو دولة كاملة كمان ممكن تستخدم نفس الأسلوب أسلوب صوت بدرس البيئة الداخلية والبيئة الخارجية اللي بتسهم في إنها تأثر على العمل المحدد اللي نحن نتكلم عنه. نحن حاليا نتكلم عن التعليم الإلكتروني مثلا في مؤسسة أنا هأخذ الستريمتز اللي هي نقاط القوة الموجودة عند المؤسسة وفي ناس كثيرين طبعا أنا متأكدة حيقولوا لي حاليا ما في نقاط قوة فيه نقاط قوة وكثيرة جدا نقاط القوة اللي بتمكننا إنه نحن نقدر ناخذ التعليم الإلكتروني بأي مستوى من مستوياته strengths weakness دي موجودة عندنا داخل المؤسسة نحن هنشوفهم الاثنين وحنشوف كيف نتغلب على الweakness وكيف نستثمر strengths. بالنسبة للبيئة الخارجية إحنا عندنا opportunities وعندنا threats برضو ما في زول يقول لي ما في opportunities موجودة في مجتمعنا السوداني كثير من opportunities الجيل القدر خلق ثورة بعد صعوبة وتعب وجهد كبير جدا يقدر إنه يغير وحاليا الثورة ما كانت هي النقطة الأصعب الثورة ما النقطة الأصعب في عملنا الثورة ما زالت مستمرة الثورة اللي بعدها ثورة الإصلاح دي المستمرة ودي الأوبورتيونيتيز الموجودة عندنا إحنا عندنا جيل قادر إنه يعمل التغيير سواء كان من أعضاء التدريس ولا من المؤسسات ولا من الطلاب نفسهم اللي حيطبق لهم العمل الموجود عندنا حاليا. طيب opportunities و threats كمان عندنا threats تواجهنا في المجتمع حقنا برضو احنا لازم threats الموجودة ندرسها بشكل مفصل ونعرف هنتصرف معاه كيف وحنحل المشاكل الموجودة او threats الموجودة بأي طريقة. طيب لو احنا عايزين نتكلم عن التعليم الالكتروني كخيار استراتيجي او خيار طارئ الخيار الاستراتيجي اللي هو الخيار الامثل للتعليم الالكتروني الموجود عندنا. طيب انا لو عايزة تعليم امثل او خيار امثل حاليا مثلا عندنا الليرنينج مانجمنت سيستمز ممكن تكون شكل من اشكال الخيارات المثلى حاليا طبعا ما يعني نحن لسه ما مشينا التطلعات طبعا فيها اكثر من ليرنينج مانجمنت سيستم حتى الليرنينج مانجمنت سيستمز الموجوده عندنا حاليا فيها نوعين عندنا الكلوز والاوبن ليرنينج مانجمنت سيستمز الاوبن دائما بتكون حتى من ناحيه تكلفه هي ارخص يعني المؤسسه اللي عندها مقدره انها تتحول حاليا فكره الديجيتال ترانسفورميشن موجوده عندنا في العالم كله يعني مش في التعليم فقط في الصحه ديجيتال ترانسفورميشن في التعليم في الاقتصاد في الزراعه في كل مجال حاليا العالم كله في حاله تحول تقني والتحول التقني الموجود عندنا ما بنقصد به إنه إحنا نغير مثلاً أساليب عمل ولا نغير طريقة إحنا بنغير كل حاجة يعني حالياً وأنا بتكلم عن تغيير أو تغيير في التعليم الإلكتروني عايزة أغير من الوضع التقليدي اللي أنا كنت بشتغل فيه لوضع جديد
لازم ابدا اول خطط اللي انا وضعتها، حتى خطتي حتى الاوتكمز اللي انا عايزاها تطلع من طلابي وحققوها طلابي مختلفه تماما، لازم انا اضع عليها خيار جديد واضع عليها حتى صياغه جديده. طيب لو استخدمت الليرنينج مانجمنت سيستم المفتوح اديني خيارين وانا هستخدم نفس المكونات ونفس الايتيمز الموجوده في الخيار المغلق. مثلا لو جينا قارنا ما بين المودل كمفتوح ليرنينج مانجمنت سيستم لكن اوبن، ولو جينا قارنا بينه وبين البلاك بورد كلوز ليرنينج مانجمنت سيستم، طيب الاثنين بيتيحوا لنا انه نسجل الطلاب في المقرر كمؤسسه. طبعا انا بسجل الطلاب الموجودين في مقررات محدده، بسجل المقررات لعضو هيئه التدريس، عضو هيئه التدريس يقدر يخد المقررات بتاعته اللي هو عايزها كلها داخل، حتى لو كنتوا عايزين لقدام موضوع يعني منفصل على الليرنينج مانجمنت سيستم بالمثال، انا برضو عندي يعني امكانيه انه اقدمه لكم ان شاء الله اذا عندكم رغبه يعني. طيب الليرنينج مانجمنت سيستم الموجود عندنا في الموديل او في البلاك بورد، انا اقدر اسجل طلابي، اقدر اديهم اختبار، اقدر اديهم نشاط، اقدر انزل الريسورسز حقتي سواء كان عرض باوربوينت او كتاب الكتروني او رابط يدخلهم على مثلا ويكيبيديا، ولا يدخلهم مثلا على اي موقع ثاني ممكن ينالوا منه معلومه، اي حاجه انا عايزه ادخلها داخل المودل مثلا بتاعي او صفحتي الرئيسيه الموجوده عندي في النظام انا بقدر اخذها. بعدين عندي حضور طلابي ممكن اخذه برضو قدامي على طول، عندي اختبارات الالكترونيه سواء كانت كويزز انا حقدمها خلال الفتره او كان اختبار نهائي، كلها موجوده في داخل الليرنينج مانجمنت سيستم. وفكره اهم حاجه موجوده عندنا حاليا في الليرنينج مانجمنت سيستم خيار استراتيجي، انه في ظل الوضع الحالي اللي فيه مشكله بتاعت خصوصيه البيانات ومشاكل الاختراق والحاجات دي، الليرنينج مانجمنت سيستم هي الاكثر امانا في الاستخدام. حتى الطالب لما يجي يدخل لي على اختبار انا ممكن اصمم اختبار باستخدام جوجل فورمز مثلا، ممكن اصمم اختبار باستخدام مايكروسوفت فورمز مثلا، شيتس، ممكن اعمل حاجات زي كده. لكن المشكله انه هناك بيكون قابل للاختراق، نسبه الخصوصيه والحمايه الموجوده فيه ما عاليه، بينما في الليرنينج مانجمنت سيستم انا الطالب حتى نفسه ما يقدر يدخل الا الطالب نفسه بعينه برقمه الجامعي وكلمة السر بتاعته، فده بيديني فرصة بتاعت حماية أكبر للبيانات الموجودة عندي داخل الليرنينج مانجمنت سيستم، وما حيقدر يتعامل مع صفحتي دي إلا الانستراكتور المباشر الموجود، وأنا بكون انستراكتور لصفحتي أنا، يعني ما أقدر أخش صفحة دول تاني إلا مجرد اطلاع يعني، لكن ما أقدر أغير فيها ولا أعمل أي حاجة. طيب ده كخيار ممكن يكون كخيار استراتيجي أنا ممكن أستخدمه. طبعاً كمان أنبه لحاجة، حتى لو استخدمت الـ LMS ما هي فقط الممكن تكون صالحة كخيار استراتيجي، ما هي فقط، في خيارات ثانية كثيرة أنا ممكن أستخدمها، لكن أنا بتكلم عن واقع السودان الموجود عندنا حالياً. يعني لو في أي مؤسسة عندها مقدرة إنها على طول تشتري أو تشترك في خدمة مدفوعة لـ LMS Learning Management System، ده أفضل خيار متاح حالياً، لأنه بيريحني من تفاصيل كثيرة أنا ذكرتها قبل شوي ما هعيدها ثاني. لكن ثاني عندنا حاجة ممكن استخدمها، إذا أنا كمؤسسة أو المكان اللي أنا موجود فيه مثلاً ما فيه تغطية كبيرة بتاعت إنترنت، عندي مشكلة في البنية التحتية بتاعتي مثلاً، يعني Learning Management System بيحتاج سيرفرات موجودة داخل الجامعة عشان الجامعة تحمل أصلاً البرنامج وبعدين تدي passwords وتدي user names للناس التابعين لها مثلاً. أول طيب لو أنا صعبت علي الفكرة دي، طيب ممكن أستخدم خيارات ثانية. جوجل، شركة جوجل أتاحت، ومايكروسوفت نفسها طبعاً عندها خدمة تعليمية مخصصة، خدمات جوجل التعليمية عندهم حاجة اسمها جي سويت. الجي سويت دي رخيصة جداً ما غالية، لكن أنا لما أشتري كمؤسسة الجي سويت حق دي، طيب كلها بتديني أول حاجة بريد إلكتروني بدومين محدد مثلاً باسم الجامعة su مثلاً .edu كده مثلاً، هتديني أول شيء الدومين نيم. الدومين نيم ممكن انا املكه للافراد اللي عندي كلهم، وحتى الايميلات حقتهم تكون مخصصه بدوت ايديو. حاليا في كثير من المواقع محرومين منها الدكاتره او اعضاء التدريس الموجودين عندنا في السودان، لان ما حد اديهم الخدمه المجانيه لو ما كانوا اصلا الدومين حقهم بدوت ايديو دوت مثلا اس اي اس يو اس دي بالسودان مثلا.
دي لازم تكون موجودة، يعني مثلا زي المواقع العالمية بتاعت الأبحاث سبرينجر، مثلا المواقع الخاصة بالآي إس أي زي كلاريفيت أناليسيز، دي كلها يعني بتستلزم إنه الدول يكون عنده الإيميل الرسمي. طيب دي أول خدمة بيقدمها للجي سويت. التخزين السحابي الموجود عندنا في الجي سويت كبير جدا جدا، بدينا تقريبا 10 جيجا للفرد وأحيانا أكثر حسب الحزمة المشتريها المؤسسة. عندنا حزم تخزين مختلفة يتخزن كل المعلومات اللي أنا عايز أخزنها. كل ثاني حاجة خدمات جوجل نفسها الأونلاين، خدمات جوجل الأونلاين. يعني أنا لو طالب يقول لي أنا ما عندي أوفيس مثلا في جهازي، ما أقدر أشتغل باوربوينت، ما أقدر أشتغل وورد، ما أقدر أشتغل أي حاجة، ما قادر أشتغلها. ليه؟ لأنه ما عندي في جهازي. أوكي، ما في أي مشاكل، أنا هاخد عضو هيئة التدريس هاشتغل بطريقة المشاركة. أنا ممكن حتى لو عايز الطالب يحل مسائل هعملها في أي وورد أونلاين أو دوكيومنتس، جوجل دوكيومنتس اشتغلتها أونلاين على السحابة، حتى ما لازم أنزلها من خلال المستعرض حقي، هاشتغلها وهعمل مشاركة وحادي الطلاب خيار إنه يضيفوا ويعدلوا ويكتبوا ويشاركوني العمل اللي هم عملوه مرة ثانية. طيب دي واحدة من الخدمات. بالإضافة للpresentations طبعاً حق جوجل برضو موجود عندها، عندها شيتس الإكسل، يعني كل الحاجات دي موجودة في خدمات جوجل وموجود موازيها تماماً في خدمات مايكروسوفت. كلنا طبعاً حالياً موجود عندنا، بما إنه نحن شايلين موبايلات في يدنا، أي زول شايل موبايل في يده عنده جيميل. الجيميل بيكفي لي حتى لو ما كان عندي جي سويت، بيكفي لي من ناحية ما كثير من الخدمات الموجودة عندي حالياً. يمكن يقل الجيجا بايتس حقة التخزين السحابي، لكن برضو بتكفي وممكن أنا أشتغل بها في المرحلة الحالية حتى لو ما يعني اشتركت في الخدمة بتاع جي سويت خاصة بالمؤسسة. طيب اشتغلت بإيميلي الخاص، ده خيار، برضو خيار ممكن الناس تستخدمه. طيب ثاني في حاجة برضو من خيارات التعليم الإلكتروني، الإذاعة والتلفزيون التعليمي. أنا ممكن يكون عندي قناة خاصة، وفي جامعات حاليا في السودان عندها قنوات خاصة، ما لازم خلاص التعليم الإلكتروني. طيب ده شكل من أشكال التعليم الإلكتروني برضو، ما لازم أنا يكون عندي إنترنت للطالب اللي حيقول لي أنا ما عندي إنترنت وما عندي جهاز أشتغل به. ما في حاليا يعني يمكن قليل ما حيكون عندهم في الوقت ده تلفزيون أو إذاعة، الاثنين ما يكونوا موجودين في بيت ما أظن. طيب إذا واحد فيهم موجود، أنا هعمل قناة في الإذاعة، هعمل قناة في التلفزيون، هأنشر وهأذيع كل الحاجات الموجودة عندي بجدول محدد موجود ومعلن كمان الجدول خلال الوان أو الإذاعة التعليمية، عشان الطالب يقدر يحضر من غير ما يكون عنده أي صعوبة ولا تواجهه أي مشكلة. طيب دي خيارات من خيارات التعليم الإلكتروني الموجودة عندنا اللي إحنا ممكن نستخدمها. طيب في حاجة جدا مهمة، في فرق ما بين التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ما الاثنين زي بعض، أحياناً في خلط ما بين الاثنين، التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. التعليم الإلكتروني إلكتروني بس، ما في زي كلمة دي إلكتروني، التعليم الإلكتروني معتمد على الإلكترونيات أياً كان نوع الحاجة اللي أنا بستخدمها من الحاجات اللي أنا ذكرتها مثلاً حالياً أو غيرها يعني. وبعدين كمان في ناس عندهم التعليم الإلكتروني في الخلط إنه التعليم الإلكتروني هو الفصل الافتراضي، أو إنه أنا أكون زي ما نحن موجودين حالياً كده أونلاين أونلاين. لا، التعليم الإلكتروني فيه نوعين، فيه تعليم متزامن وتعليم غير متزامن. التعليم المتزامن إنه نحن نكون مع بعض كده أونلاين زي ما إحنا حالياً بنتكلم. غير المتزامن لو أنا حفظت الفيديو ده نفسه، سجلته على شكل فيديو وخليته، الشخص هيحصل عليه في وقت تاني، في مكان تاني، في زمن تاني أنا ما موجودة فيه أصلاً. تمام؟ كلها خيارات موجودة بالإضافة لخيارات التخزين السحابي اللي تكلمنا عنها الآن، خدمات جوجل، خدمات مايكروسوفت، كلها خدمات متاحة غير متزامنة، ما لازم تكون موجودة حالياً. وبرضو أنا بكون كده طبقت تعليم إلكتروني في فصل، في فريق ما بين الفصل الافتراضي الفيرشوال كلاس روم وفريق بينه وبين الإي ليرنينج. يعني الإي ليرنينج ما بس فصل افتراضي، ممكن أنا ما أعمل ولا فصل افتراضي لكن برضو أكون طبقت تعليم إلكتروني. طيب في حاجة تانية قلنا اللي هي التعليم عن بعد. التعليم عن بعد مختلف عن التعليم الإلكتروني. التعليم عن بعد ما لازم يكون إلكتروني بالمناسبة، أبداً ما لازم يكون إلكتروني. أنا ممكن أنفذ تعليم عن بعد حالياً في الوضع اللي إحنا موجودين فيه إذا صعبت علينا. مثلاً أنا عندي طلاب في منطقة بعيدة ما عندهم تغطية بتاعت الإنترنت، أنا ممكن أوفر لهم شيتس يحصلوا عليها في أي وقت يدرسوها على مقسمة على شكل محاضرات،
فيها طريقة بتاعت إنه يقسموا محاضراتهم كيف، يراسلوني أصلاً بأي طريقة عشان يحصلوا على معلومة إضافية ولا ترد على استفساراتهم وأسئلتهم، دي كلها خيارات موجودة. ثاني حاجة CDs، أنا ممكن أعمل CD فيه المحاضرات بتاعتي وأحطه في مكان محدد، الطلبة يحصلوا على المكان المحدد اللي أنا حددته، دي كلها خيارات موجودة ممكن نستخدمها. ممكن ننزل على اليوتيوب برضو موجود فيها خيارات بتاع فيديوهات ممكن الطالب يحصل عليها، تعليم الكتروني يعتبر. طيب اذا التعليم عن بعد، في فرق بينه وبين التعليم الالكتروني حسب الوضع الموجود في الجامعه، حسب الصعوبه اللي بتواجه عضو هيئه التدريس او الطالب، ممكن احنا نقلله باستخدام واحد من النوعين، نستخدم اما تعليم الكتروني كل تعليم الكتروني او حتى لو جزئي بارشيال، او نستخدم تعليم عن بعد. في الحالتين احنا بنكون حلينا مشكله موجوده عندنا، هي مشكلة التحدي قدامنا حالياً بتاع الكوفيد-19 والوضع اللي احنا موجودين فيه، اللي احنا فعلياً ما عارفين متى هتكون نهايته، متى؟ بعد سنة؟ بعد سنتين؟ بعد 6 شهور؟ ما عارفين. حالياً كثير من دول العالم ما توقفت، واصلت التعليم، لكن في السودان احنا لحد الآن ما بدينا خطواتنا الأولى في هذا الاتجاه. لذلك نحن حنتكلم الآن عن التحديات المواجهة حاليا في حاضرنا في السودان اللي خلتنا حاليا نتوقف عن العمل. عندي ما حنقدر نعملها بشكل مفصل، أنا حاليا حتكلم عنها بشكل عام كذا يعني، وأنا قسمتها لخمسة أقسام: تحديات بشرية، تحديات مادية، تحديات برمجية، تحديات اقتصادية، ونظم وسياسات. طيب قبل ما انا اتكلم عن التحديات الحاضره اللي حتواجهنا، انا حاجيبها بالتفصيل وحاقدر اتكلم عنها كيف انا كمؤسسه او حتى كدوله من خلال فكره اللي ذكرناها الاول بتاعه الصوت، تحليل صوت. انا اقعد كلنا مع بعض، وبالمناسبه القعده مع بعض دي ما ممكن تحليل صوت يعمله فقط القائم بالامر في المؤسسه، لازم يتضمن استبانات واستفتاءات راي، يشاركوا فيه الطلاب نفسهم المستفيدين من الخدمه، يشارك فيه عضو هيئة التدريس، يشارك فيه واضعي القرار ومتخذيه، يشارك فيه الستيك هولدرز والشركاء النجاح الموجودين من حولك والمهتمين بالتعليم حتى واولياء الامور، كلهم لازم يكونوا جزء من دراسه او تحليل الواقع عشان انا اقدر احدد انا واقف وين وممكن اصل لحد وين في العمل اللي انا بعمله ونسبة الإنجاز اللي أنا ممكن أصل لها شو. طيب تحديات الحاضر لو جينا نتكلم عنها، عندنا قلنا تحديات بشرية بتواجهنا. لو جينا نتكلم عن التحديات البشرية بتواجهنا، طيب بشرية إحنا ممكن يكون عندنا الطالب جزء، عضو هيئة التدريس جزء كمان من التحديات اللي بتواجهنا. طيب لو جينا شفنا وكمان أولياء الأمور والمجتمع المحلي وزي ما قلنا شركاء النجاح والمهتمين بالتعليم كلهم جزء من التحديات البشرية. طيب التحديات البشريه بتواجهنا لو جينا نشوفها من ناحيه الطالب، طيب في حاجه جدا مهمه انا بلفت نظركم لها في الوضع الحالي كثير، وده من تجربه يعني احنا جربناها حاليا في التعليم الالكتروني، لازم تتغير طريقه نظرتنا للطلاب في الوضع الحالي، لازم تتغير. التحدي اللي بيواجه الطالب حاليا في كوفيد-19 تحدي كبير جدا جدا، ما هي ما بواجه حاجه هينه. بعدين حتى لو قلنا ما قصة حتى القوم طوال طبعا في ريزيستنت جهة التعليم الالكتروني، رفض، ما عايزين. انت ما عارف الوضع اللي بيمر بالطالب حاليا هو شو، حتى لو ما حصل فقد بالنسبه للطالب في اسرته في ظل الوضع الحالي، وكثير يعني واجهتنا وكثير شفنا من طالباتنا اللي احنا درسناهم، يعني مثلا يوم الاختبار وانا طالباتي كان في يوم اختبارهم واحده من الطالبات توفت اختها برضه بالكوفيد-19 وكانوا في حجر، فما كان عندها اصلا رغبه انها، وطبعا ده بواجهنا كثير يعني، بواجهنا حتى في ايام الدراسه العاديه في فيس تو فيس بتواجهنا المشاكل زي كده وبنقدر نحلها. هسه في الفتره بتاع كوفيد-19 اتضاعفت كم مره، فنحن لازم نعمل حسابنا انه نفسيا الطالب الجايين طالب تعبان نفسيا مرهق، مواجهه تحديات نفسيه كبيره جدا، الوضع نحن بنمر به وضع انساني لازم نتعامل معه بانسانيه، نقوم يعني نحط في بالنا انه الطالب ما حيقدر يواجه كل الحاجات دي بنفس القوه بنفس الشكل اللي كان بيواجهه بها لما كانت الدراسه عندنا شغاله قبل كوفيد-19، الوضع اختلف تماما، ما عاد هو نفسه. طيب عندي طالبه كان برضو من المشاكل اللي حصلت انها رفضت تختبر، طالبه مميزه شاطره ما عندها اي مشاكل من الناحيه دي يعني، شاطره جدا رفضت انها تختبر،
لما حتى سألناها ليه وحاولنا نلاحقها، لاحظي إنه التعليم الإلكتروني أنا حتى ده كان اختبار نهائي، يسمح للطالب إنه يخش الاختبار النهائي من فترة كذا لفترة كذا، دي حنتكلم عنها في النظم والسياسات بعد شوية. رفضت تختبر ليه؟ لأن قالت أنا ما أعرف نفسي أنا أصلاً حعيش ولا حموت عشان أختبر، أختبر ليه؟ طيب دي كلها أوضاع إنسانية لازم الناس تضعها في الاعتبار، ولازم نعمل حسابنا إنه طريقتنا في التدريس لازم تختلف، وإنه الشخص الموجود قدامي ده بيعاني، أنا حتعامل مع شخص عنده وضع نفسي ووضع أسري مختلف عن الوضع اللي أنا كنت بتعامل فيه قبل كده. طيب في الحالة دي يعني في بعض الأشياء إحنا في سياساتنا الداخلية وظننا لازم تتغير عشان إحنا نعمل حساب الحاجات دي. طيب ده بالنسبة للبشرية، عشان كده أنا لما أجي أعمل تعليم إلكتروني ما حأفرضه الوضع زي كده، أنا مقترح يعني إنه ما يفرض على الطلاب، خلي أوبشنال الاختيارك لإنك تواجه أو تأدي عملك ونفس العمل اللي أنت كنت بتأديه قبل الكوفيد 19 حتأدي حالياً، التغير الطارئ والتحول الطارئ إلى التعليم الإلكتروني، أنا ما طالب منك نفس الكم من المجهود، أول حاجة. ثاني حاجة هو أوبشنال اختياري، إذا كان عندك الإمكانية سواء كانت أسرية ولا مادية ولا نفسية إنك تدخل في التعليم الإلكتروني وتكمل، مرحب بك. إذا ما كان عندك إمكانية إنك تدخل وتكمل وعندك أي مشكلة من المشاكل يتم تجاوز هذه المرحلة من الطالب، يعني حالياً نحن ممكن ما نبدأها بسنة كاملة، نحن حنبدأ بسمستر مثلاً. طيب هذا السمستر أي شخص أي طالب عنده رغبة إنه يواصل معانا وعنده الاستطاعة، مرحب به موجود عندنا. وكان الاستطاعة دي يعني ننتبه إنها ما تكون الاستطاعة المادية، لا، ما الاستطاعة يعني إنه يدفع مثلاً قروش ولا كده، لا، هو اللي يشتري الحاجات، لا، دي ما نحن أديناه خيارات مختلفة ممكن ما يحتاج يعني ما حيتعب فيها كثير يعني الحتة دي، لكننا بتكلم عن الوضع الإنساني. عندك إمكانية إنك تحضر، مرحب بك. ما عندك إمكانية إنك تحضر، عادي ممكن تجمد الترم الموجود حالياً، اعتذر عن الترم ولا يحتسب هذا الترم من يأثر يعني في معدلك التراكمي، ولا يحتسب في سنواتك أو فترتك اللي أنت بتعديها في جامعة، كأنه دروب خلاص انتهى. الشكل من الأشكال اللي أنا ممكن أتعاطف بها مع الطالب حقي اللي بيواجه مشكلة حقيقية في الوقت الحالي، وأنا أقدر أحل المشكلة. أي زول عنده مقدرة إنه يواصل، مرحب بيه. الما عنده مقدرة إنه يواصل، يعمل دروب وما حنحسبه وما حتحسب عليه أبدا. طيب بالنسبة للصعوبات البشرية اللي بتواجه الطالب، في صعوبات بشرية بتواجه عضو هيئة التدريس كمان عنده مشاكل. طيب في مقررات أنا ممكن أسندها لعضو هيئة التدريس واحد اللي عنده مقدرة مثلا إنه يدرسها، ممكن ياخذ عليها أوفر تايم، ممكن ياخذ عليها يعني حاجة زيادة الحيأدية ساعات إضافية مثلا حتى لو أداها بزيادة، وتتشال من الشخص اللي عنده مشكلة وما حيقدر يؤدي نفس العمل. طيب بالإضافة لطبعا الحاجة المهمة جدا اللي هي التدريب، التدريب، التدريب لكل الناس الموجودين عندي، أنا لازم أدربهم على استخدام التقنية اللي أنا عايز أستخدمها أيا كانت اللي اخترتها أنا كمؤسسة، لازم أدرب عليها الطلاب، أدرب عليها أعضاء هيئة التدريس. تمام؟ طيب بالنسبة للمشاكل اللي بتواجهني البشرية، طيب ثاني في حاجة جدا مهمة اللي هي شركاء النجاح، موجودين عندنا في كل الأماكن مهتمين بالتعليم وناس عندهم استعداد يقدموا خدمات للتعليم، سواء كانت جهود خاصة ولا كانت جهود منظمات، منظمات التوعية، منظمات اليو إن الخاصة بالتعليم، منظمات حتى داخل الدولة برضو الإقليمية حتى خاصة بالتعليم، المهتمين بالتعليم بشكل عام، كل الناس دي أنا متأكد إنه عندهم الرغبة وعندهم المقدرة إنه يقدموا خدمة للناس. طيب ده بالنسبة لشركاء النجاح الموجود حولنا ممكن يصنع معانا نجاح نحن عايزينه. طيب عندنا تحديات مادية بتواجهنا اللي هي التحديات اللي هي المشكلة الأكبر اللي أنا متأكدة حاليا إنه كل الناس الموجودين معنا في الاجتماع ده بيفكر في إنه نحن أصلا ما عندنا نت عشان نحن بالسرعة الكافية أصلا، حتى اللي عنده نت ما عنده نت بسرعة الكافية عشان يقدر يصنع واقع تعليم إلكتروني. طيب حسب شركات الاتصالات الموجودة عندنا في السودان حسب كلامهم يعني وتقاريرهم، هم بيقولوا إنهم خدمتهم مغطية 80% من السودان، 80% من السودان مغطياها الخدمة بتاعتهم، وحتى الخدمة 80% منها 4G و3G
4G و3G، لكن ال4G بتغطي 20% بس من السودان، بينما 3G بتغطي باقي المنطقة من السودان ال 80% الفضاء. طيب دي حاجة مهمة جدا، إذا إحنا عندنا تغطية كبيرة جدا للإنترنت. طيب فرضنا أنا ما عندي تغطية بتاعت الإنترنت، عندي مشكلة في تغطية الإنترنت، أنا ما طالب من الطالب، ما تطلب من الطالب إنه يومي هو لازم يخش فصل افتراضي، حتى الفصول الافتراضية ما إجبارية إنه لازم الزول يحضرها. بعدين تاني حاجة حنشوفها برضو في النظم والسياسات، إنه إحنا ما حنطالب الطالب بحضور فل زي ما كان الحضور بتاعه فل في التعليم فيس تو فيس، يختلف الوضعين. طيب أنا ممكن أديه زي ما ذكرنا في خيارات تانية، أنا حاوفر سيديز، حاوفر شيتس، ممكن الطالب يحصل على الشيت بتاعته من المكتبات، ممكن أعمل قناة تلفزيونية زي ما قلنا إذاعية، ودي ما حاجات صعبة بالنسبة للمؤسسات ولا تكلفة عالية حتى بالنسبة للمؤسسات، ده دي خيارات تانية أنا ممكن أستخدمها وأتجاوز بها فكرة المشاكل المادية ممكن هنا حتى تواجه الطالب أو المستخدم اللي ممكن يستخدم الخدمات بتاعة الجامعة. طيب أو المدرسة حتى أو الوزارة بشكل عام. دي مشاكل بتواجهنا بالنسبة للإنترنت. طيب في حاجة جدا مهمة بالنسبة للإنترنت، الشركات الموجودة عندنا حاليا في السودان، لو جينا نتكلم عن شركة زين مثلا أو شركة MTN، دي شركات ما شركات داخلية، يعني شركات جايبينها من برا سواء كانت إقليمية ولا عالمية، شركات موجودة يعني. طيب مع السودان اللي هي شركة داخل البلد بأسهم مثلا من أشخاص من برا، لكن المهم لو جينا نشوف زين و MTN مثلا شركات الاتصال وكل الناس في أي عمل حاليا أصبحت خدمة المجتمع جزء من مهام الشركة، خدمة المجتمع جزء من مهام الشركة. يعني مثلا زين، شركة زين مثلا هنا في السعودية، مثلا أنا حاليا موجودة في السعودية، شركة زين بتقدم خدمة من يوم ما بدأت المشكلة بتاعت COVID-19، أصبح تصفح الطالب لأي موقع تعليمي، منصات التعليم كلها، موديل، بلاك بورد، حتى منصات التعليم بتاعت وزارة التعليم العام، كلها كان التصفح بتاعها مجاني للطالب. دي واحدة من الخدمات اللي بتقدم. ليه ما تلزم شركات الاتصالات عندنا في السودان بأنها تقدم خدمة مجتمعية بنفس الطريقة وتحسن جودة خدماتها؟ دي واحدة من الحاجات. ثاني حاجة، ودي طبعاً نحن يعني هسي حالياً ما حنتكلم عنها لأنه نحن مثلاً في موقع قرار، ولا نحن بنقدمه كمقترح، كمقترح نحن شايفينه موجود في دول تانية. طيب عندنا شركات تانية مثلاً زي شركة موبايلي مثلاً، هنا عندهم باقة اسمها باقة فل. باقة فل دي الطالب بيشيل بطاقته الجامعية وبيمشي بدوه باقة بتاعة تعليم خاصة بالطالب. الباقة بتاعته فيها أول حاجة مخفضة جداً بالنسبة للطالب، ثاني حاجة فيها إنترنت بسرعة عالية 5G، بتديه 10 جيجا مجاناً خلال الفترة، وبتنزل مش مجاناً، مدفوعة طبعاً القيمة حقته هو دفعها، وبتدخل معاه 1 جيجا مجانية يومياً، 1 جيجا غير العشرة جيجا بتاعته، 1 جيجا مجانية يومياً. دي نوع من أنواع الخدمة اللي بتدي، يعني أقدر أقول إنه هنا المؤسسة أو شركة الاتصالات دي قدمت خدمة سوشيال ورك، قدمت سوشيال ورك للمجتمع بتاعها. ليه أنا في السودان ما أطالب الشركات إنها تقدم سوشيال ورك؟ فشلت الشركات في إنها تقدم سوشيال ورك، ما بالضرورة أفتح مجال لشركات جديدة، أفتح مجال أطرحها كوزارة اتصالات، أطرح مجال إنه أفتح الفكرة لإنه أدخل شركات اتصالات جديدة عندها المقدرة إنها تقدم خدمة للمجتمع، وعندها مقدرة إنها تدينا تعليم بجودة عالية وتعمل انفراستراكشر للاتصالات بتاعتنا. عارفة ده موضوع كبير يعني وقصة طويلة، لكن كواحد من المقترحات حتى ممكن تكون حافز لشركات الاتصالات إنها تحسن جودتها، حتى لو ما حصل يعني هي حافز لشركات الاتصالات، ده واحد من الأشياء من ناحية الاتصال. طيب لو جينا نشوف من ناحية الأجهزة المادية، من ناحية الأجهزة، طيب ما في أنا ممكن يكون عندي لابتوب، ما عندي لابتوب، طيب ممكن يكون عندي موبايل، أنا ما عندي موبايل، أخوي عنده، أختي عنده، أختي عندها، أنا ما هحتاجه إلا يمكن لو بس أنا بأخذ في التعليم الإلكتروني بتاعي ساعتين في اليوم، ساعة إلى ساعتين في اليوم، أنا ممكن أقدر أعمل حاجاتي حقت اليوم وحكون ماشي بتسلسل جميل ظريف، وقادر إنه أنا ألاحق كل الأعمال المطلوبة مني والأنشطة المطلوبة. أنا بأخذ كل يوم ساعتين في اليوم، بتدينا فرصة إنه نحن نعمل الحاجات اللي نحن عايزينها، ممكن اعمل داونلود الحاجه اللي انا عايزاه، ممكن اعمل برينت اوت
لأي حاجة، مثلاً كتاب إلكتروني موجود عندي ممكن أحوله أطبعه أشيله في يدي أقرأ منه، ممكن ندعمها باستخدامات كثيرة تانية. طيب عندنا البرمجية، طيب لما شفنا الهاردوير وكيف نتصرف فيها، عندنا البرمجية السوفتوير. السوفتوير أول حاجة الـ LMS اللي هتستخدمه الجامعة أو الجي سويت أو حزمة مايكروسوفت اللي هيستخدموها أوفيس 365 طبعاً دي حالياً موجودة هنا برضو عندنا متاحة للطالب بتسجيل مجانية. أول ما يدخل رقمه الجامعي أو إيميله الرسمي اللي كنت بتكلم عنه قبل شوية، إنه حيدينا دومين رسمي nihaito.edu، أي دومين رسمي بدينا الأوفيس مجاناً، وبقدر أحمله في الجهاز بتاعي واشتغل به بشكل عالي أوفيس مجاني. دي واحدة من البرمجيات اللي ممكن تكون متاحة. بالإضافة طبعاً لما تكلمنا قبل شوية عن الجي سويت، إنه حتى التكلفة بتاعتها ما عالية، أنا ممكن أحصل على جميع برمجيات جوجل بشكل بسيط جداً وسهل ومكلف بالنسبة للمؤسسة، بالإضافة للـ LMS اللي تكلمنا عنها. صعبت علينا كل الحاجات دي وما حقدر أشتغلها بالجيميل، بما أنه أنا عندي مثلاً موبايل في إيدي معناه أنا عندي جيميل. ما عندي جيميل إنشاؤه جداً سهل، جيميل الفردي ممكن الشخص ينشئ جيميل فردي وعلى طول بتتوفر عنده جوجل درايف للتخزين السحابي، جوجل دوكيومنتس اللي هي زي الوورد ممكن يشتغل فيها، جوجل برزنتيشن، باوربوينت، أي حاجة شيتس زي الإكسل، دروينج، حتى للناس اللي بيستخدموا أساليب الدروينج دي كلها حاجات موجودة وممكن تتيح عليه خدمة خدمات جوجل. طيب لو جينا نشوف طبعاً تحديات الاقتصادية تكلمنا عنها اللي هي قلنا الوضع المادي اللي احنا بنعاني منه حالياً في بلدنا وبنواجه مشاكل كثيرة جداً، واقتصادياً كيف ممكن قلنا إنه نتعدى المرحلة دي بنجاح، إنه احنا ممكن نعمل الخدمات للطالب بشكل مجاني، ده بالنسبة لشركات الاتصال، أو نخفض الباقات اللي هيحصل على الطالب عشان يحصل على تعليم إلكتروني، وحتى عضو هيئة التدريس بالمناسبة، الطالب وعضو هيئة التدريس يحصل على الخدمة دي مجاني سواء كان في تعليم عام أو في تعليم عالي، كلهم يقدروا يحصلوا على خدمة مجانية أو خدمة مخفضة جدا بالنسبة للطالب، أو حتى لو عملنا التصفح بتاع مواقع محددة اللي هي المواقع اللي هنعتمدها للتعليم، الموقع المعتمد للتعليم التصفح بتاعه يكون مجاني، ودي خدمة لازم تقدم من شركات الاتصالات، وطبعا دي على كبير يعني بين الوزارات بتحدث اتفاقيات وحاجات زي كده نقدر نصل منها لحاجة. طيب النظم والسياسات، أنا لو جيت أتكلم عن النظم والسياسات الداخلية بتاعت الجامعة لازم تتغير منظومة وسياساتنا الداخلية. التعليم الإلكتروني ما هو نفس التعليم التقليدي اللي احنا كنا بنستخدمه من قبل. التعليم الإلكتروني أنا عشان أتوجه لتعليم إلكتروني بشكل صحيح مدروس بشكل جيد لازم أنا أبدأ من أول الخطة بتاعتي، خطة بتاعت الجامعة لازم تتغير. الأوتكمس اللي أنا طالبها من الطالب في مقرر أو في برنامج متكامل أو في مؤسسة كاملة، الأوتكمس اللي أنا طالبها في التعليم الإلكتروني أعيد صياغتها كلها عشان حتى أقدر أقيسها بعدين، عشان أقدر أقيسها. يعني مثلا أنا لو كنت أخذت كأوتكم مثلا أو أوبجكتيف مثلا في واحد من المقررات بتاعتي إنه الطالب يشرح مثلا ضفدعة مثلا، أنا كيف حقيسها في التعليم الإلكتروني؟ ما حقدر أقيسها، دي لازم تتغير بطريقة تانية. يتعرف مثلا على اعضاء الضفدع الداخليه من خلال الصور المرفقه مثلا، دي غيرتها كده واحد من الاشياء غيرته، جبت على شكل فيديو مثلا انه الطالب يقدر في الفيديو يسمي كل جزئيه من الجزئيات اللي احنا عملناها او يرتب مثلا خطوات تشريح الضفدع مثلا، خطوات اجراء تجربه كيميائيه. طيب عملنا تجربه كيميائيه، دي حاجة جدا مهمة اللي هي التجارب الموجودة عندنا في المعامل الافتراضية موجودة كثيرة، أنا ممكن أفتح شاشة قدامي وأشيل صوديوم وجبت معه هنا ماء وضمجتهم الاثنين مع بعض خليتهم في فلاس وحصل كذا كذا كذا، في تغير لون، في رواسب، في كده وزنتها وطلعت الراس وزنه كده، ويلا بالورقة والقلم قدرت اشتغلتها ورفعت الصورة بتاعتي، صورة أصورها صورة دي أسهل الطرق، أعملها جوجل دوكيومنت، رسمتها بالرسم بالدرون جوجل. لازم أغير النظم والسياسات من أول الأهداف المطلوبة، الخطط بتاعت المقررات والتوصيفات، خطط الجامعات الاستراتيجية الموجودة عندنا حالياً أو الخطة حتى التشغيلية الموجودة حالياً لازم
تتغير على أساس إنه الوضع كله سواء كان عمل ولا أداء بتاع محاضرات ولا غيره أصبح حالياً إلكتروني، لازم يكون فيه اختلاف جديد. النظم والسياسات الداخلية اللي بنتكلم عنها عن الحضور الطلاب، مثلاً حضور الطالب 25% لو ما حضر يحرم من المادة دي، لازم تتغير لأن الوضع الإنساني اللي كنا نتكلم عنه قبل شوية بقى مختلف تماماً، وهو نفس الوضع اللي احنا بنتكلم عنه قبل كده وكنا بنجبر الطالب إنه لازم يحضر 75% من محاضراته. ما عاد الطالب بيقدر يحضر 75%، أنا ما عارف وضعه الآن شكله شنو. فأنا إحنا مثلاً هنا حالياً ما كنا بناخد حضور طلاب، رفع من الطلاب الحضور، فكرة الحرمان اتشالت خالص كتصرف أو سلوك إنساني فيه مبادرة إنسانية عشان نقدر نقيم بها وضع الطلاب مثلاً أو الحالة النفسية اللي هم يمروا بها حالياً. طيب دي واحدة من الحاجات، إنه أنا ما حاطالب بحضور، ما يعني ما حاسب الطالب على حضور بنسبة محددة، حاسبه على أداء أنشطة محددة، حاسبه على أداء الكويزز والاختبارات سواء كانت خلال الفترة أو في نهاية الفترة، وبس بديها حتى الاختبار، وحتى الاختبار سواء كان اختبار نهائي أو اختبار كويز خلال الفترة لازم أديه فترة طويلة. يعني مثلاً أنا حقول الاختبار متاح من يوم كذا الساعة كذا وحتى يوم كذا الساعة كذا حسب الظرف اللي أنا عارفة في المنطقة اللي أنا موجودة، حسب الظرف اللي أنا عارفة كل منطقة وضعها بيختلف عن الثاني، حديهم مثلاً فترة 24 ساعة مثلاً. أنا عارف مثلاً إنه كل الطلاب بيكون عندهم مشاكل 24 ساعة، أرجو في خلال 24 ساعة دي أي واحد فيكم يدخل وحيلقى الاختبار موجود على المنصة بتاعته مثلاً أو على الرابط الفلاني، أدخل الاختبار حل الاختبار بتاعك. دي واحدة من الحاجات. حتى النظم والسياسات الداخلية اللي بتتعلق بحضور عضو هيئة التدريس، وفي حاجات طبعاً كثيرة نحن هنا ارتحنا منها في يعني التكلفة التعليم الإلكتروني بالنسبة للطالب وبالنسبة لعضو هيئة التدريس هي أقل كثير، أقل كثير من التكلفة بتاعت التعليم التقليدي. أنا ما مطالب بحضور ولا مواصلات ولا حادفع لفطور ولا كلها من ضمن الحاجات اللي أنا موجودة عندي في بيتي. يعني أنا في البيت ومرتاح وما طلعت الشارع، ما بذلت مجهود جسدي لكن بذل مجهود عقلي في تلقي معلومة مثلاً أو مشاركة، ودي حاجة جداً مهمة إنه أنا لازم أجذب ذهن الطلاب ولازم أحصل على الإنجيجمنت الكامل للطلاب بتاعي في المحاضرة. طيب نظم وسياسات كثيرة جوا الجامعات لازم تتغير عشان أنا أقدر أنتبه لأنه الوضع الموجود عندي حالياً، عشان أقدر أداركه لازم يكون عندي تغيير في النظم والسياسات الداخلية والخطط الداخلية الموجودة في المؤسسة بتاعتي. طيب دي بعض التحديات. طبعاً إحنا قلنا زي ما نبهت قبل شوية إنه ما كل التحديات أنا حقدر أطلعها حالياً، تحديات محتاجة إنه الناس تدرس البيئة اللي موجودة فيها، والبيئة اللي أنا موجودة فيها تختلف من مؤسسة إلى أخرى، بتختلف من شخص إلى آخر، من عضو هيئة التدريس إلى آخر، من مقرر إلى آخر، من برنامج إلى آخر. يعني مثلاً التحديات اللي بتواجه الناس في كلية الهندسة ما زي اللي بتواجه الناس في كلية الطب مثلاً، ولا في كلية التربية، ولا في كلية الاقتصاد، ولا الزراعة، ولا غيره. كل جهة وكل مؤسسة وكل فرد حتى عنده تحديات مختلفة بتواجهه مختلفة عن غيره. طيب لو جينا نتكلم عن تطلعات المستقبل، المستقبل عندنا مشى. في بعض التربويين العالميين بيتكلموا عن المؤسسات والمدارس والجامعات التي لا تستخدم التقنية تركت طلابها أو خريجيها في العالم فقراء. يعني شنو؟ يعني أنا لو أنا مشغل مثلاً، أنا جهة تشغيل، لما أجي أتخير بين الأشخاص ما حتخير الشخص ما عنده مقدرة على، وأنا بتكلم عن الكابابيليتيز الأساسية، يعني الزول عنده مقدرة، عنده كفاية، وليس الكفاءة، بتكلم عن كفاءة، بتكلم عن الكفاية، شخص عنده الكفاية اللي بتمكنه إنه يستخدم التقنية بشكل كبير في العمل بتاعه بكفاءة، يعني بشكل يعني يمشي عمله بالشكل اللي يخليه يعني أقدر أقول عليه طبق تقنية. أما لو جينا نتطلع بكفاءة معناه أنا هستخدم عن شخص ممكن يستخدم إنترنت الأشياء، هيستخدم الوفرات المتعددة والوسائط الفائقة، هيستخدم تعلم مدمج، هيستخدم واقع افتراضي، هيستخدم واقع معزز، كلها حاجات ممكن الشخص استخدمها بشكل كبير جدا في الواقع بتاعه، واستخدمها بالتعليم بشكل كبير جدا، وموجودة عندنا حاليا في كل مكان، موجودة في كل مكان استخدامات الواقع المعزز حاليا موجودة، ما جديدة علينا.
ما جديدة يعني. حالياً نحن حتى طلابنا مثلاً في كليات التربية بندربهم على إنهم يستخدموا الواقع المعزز في التعليم. يعني مثلاً زي الفيديو الموجود قدامنا، إذا أنا مثلاً هتكلم عن عايز أدرس مثلاً القلب عن بعد مثلاً، الواقع المعزز الموجود قدامنا ده واقع معزز. الواقع المعزز بيجيب لي الحاجة قدامي أو جسم الإنسان موجود قدامي، أنا عايز أدرس في جسم الإنسان قلبه، هدخل للقلب. الحاجة دي بنظارات 3D وفي تطبيق موجود أتاحته جوجل اسمه جوجل إكسبيديشن. شايفين أنا مثلا عايز أشوف القلب، أجرب من شايفين الفيديو ده بس بيشرح لنا الطريقة يعني، لكن الحاجة دي بتكون قدامك ما بتكون فيديو، أنت لابس نظارات 3D والحاجة دي موجودة قدامك. ده القلب، ده قلب الإنسان موجود قدامي، أنا ممكن أتعرف عليه وأشوف شكله من كل الجهات، أقلبه وأمسك في شاشتك هتقلب كل الجهات، أقدر أشوف الحجرات الداخلية الموجودة في القلب وأتعرف عليه. ده شكل من أشكال التغير التحول أنا مثلاً، وطبعاً ده ما بيكفي عن الخبرة المحسوسة، لكن برضو شكل من الأشكال اللي أنا ممكن أستخدمها في التعليم. الشكل من الأشكال لو أنا استخدمتها الواقع المعزز بجيب لي التجربة موجودة قدامي، بقدر أستفيد من التجربة وبجيبها قدامي. لو أنا جيت أشوف مثلاً استخدام الواقع المختلط مثلاً اللي هو أنا خلص الرياليتي والأوغمانت رياليتي، شكل من الأوغمانت رياليتي عايزين يدرسوا الويل الحوت مثلاً، أنا عايز أشوف الحوت شكله أوريه للناس الموجودين قدامي ديل، أدرسهم شكل الحوت شكله. طيب شوفوا الحاجة اللي حتجي عندنا هنا مثلاً، أنا جبت التجربة، جبت الواقع اللي أنا عايزاه قدام الناس موجود قدامه، وقدروا يتحصلوا على المعلومة من حاجة موجودة قدامه. ده واقع نحن بنتطلع إنه نحن حنصلوا في مدارسنا وحنصلوا في مؤسساتنا التعليمية، وهو حالياً في بعض الدول بدأ يستخدمه فعلاً، لكن ما بشكل كبير، لكن هو ده فعلاً واقع نحن عايزين نوصله. إنترنت الأشياء، الأوغمانتد رياليتي، الفيرشوال رياليتي، سواء كان في التعليم أو حتى في مجالات تانية نحن ممكن كمان نستخدم الفيرشوال رياليتي. طيب كده أنا بكون وصلت لنهاية المحاضرة حقتي، وأشكر الجميع على حضورهم، وأشكركم على حسن استماعكم، وأشكركم على وجودكم معنا اليوم، وأشكركم على رغبتكم أصلاً في إنه تعرفوا فكرة التعليم الإلكتروني ممكن نستخدمها كيف، وكيف ممكن نواصل فيها لقدام ونتطور ونطور روحنا معاها. وأنا بفتح الفرصة لدكتور أنور. تفضل يا دكتور أنور لو في أي حاجة عايز تضيفها. والله شكرا جزيلا دكتورة شاهيناز، صراحة يعني برزنتيشن ممتاز جدا جدا ويلامس حتات كثيرة محتاجين احنا نتكلم عنها زي ما اقول بتفاصيل. احنا الاسبوع الجاي يوم الاربع ان شاء الله حيكون في بروبوزل مقدم من واحد من الخبراء بتوعنا التليكوم عن براكتيكالي شركات التليكوم والحكومة والبتاع المفروض يعملوا شنو بالضبط براكتيكالي، على اساس انه الكلام ده يتطبق ناو يعني ما بكرة، فدي حاجة لاحقة. لكن أسي يعني إحنا في السيمينار بتاعي كان لامس حتات كثيرة جدا محتاجين الناس يتناقشوا فيها. أنا ما هتكلم كثير، حدي فرصة طوال للناس اللي دايرين يشاركوا. في عائشة عثمان، وحنجيب برضو الأسئلة من الفيسبوك. عائشة فتحنا لك المايك. يا ريت لو في اي مداخلات ولا بتاع الناس استخدم خاصيه ريس هاند يا شباب الموجودين في الجلسه هنا ده، وبرضه في اسئله كان في الفيسبوك هناك، في تعليقات هنا برضه في الزوم. من مظفر بيقول proper integration between education institutions and telecommunication companies is very important. Well said دكتور شاهيناز. أعتقد في المملكة العربية السعودية الموضوع كان أسهل وأوضح، يعني شركات زين وموبايلي وإس تي سي في مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الطلاب والإدوكيترز في السعودية، مش كده دكتور شاهيناز؟ أيوة فعلاً إحنا يعني حتى هنا لما انتقلنا الانتقال اللي حصل فجأة المفاجئ من التعليم التقليدي للتعليم الإلكتروني ما تعبنا حتى في فكرة الانتقال، يعني نفس اليوم
اليوم اللي وقفت فيه الدراسة بكرة على طول على 8 صباحا كانت محاضراتنا وصلت عادي يعني ما وقفنا ما أنا شخصيا في 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 يعني ما فقدت محاضرة يعني حتى اليوم نفسه ما كان عندي فيه محاضرة بكريتها محاضرتي استمرت عادي فما فقدنا ولا ساعة في التعليم بالإضافة لأنه الناس فعلا كانت فعليا مستخدمة بعضنا مستخدمة الموديل وبعضنا مستخدمة البلاك بورد أصلا كنا بنستخدمها بس اتكسفت يعني طريقة استخدامها والدخل بس عندي جديد الإلكتروني دي كان الحاجتين الفعليا ما كان الناس استخدمتها من قبل ودي اضطرينا نستخدمها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يسلمك أنا في البداية يعني أنا دكتور محمد حسن طاها من جامعة الشارقة أنا والله سعيد جدا بأنه يعني أتابع الويبينار وبدأ يعني بشكر دكتور أنور أنور دفع الله يعني على الجهود اللي بيقوم بها وبشكر جدا دكتورة شاهناز أنا محبين وأحضر الويبينار ده شفت لك بوكليت عن الإلكتروني والتحول في الواقع الجديد جزاك الله خير بارك الله في جهودك وبإذن الله يعني الحاجة اللي ذكرتيها بإذن الله يعني حتكون واقع يوما ما أنا ما عندي سؤال لكن حابي يعني أوافقك الرأي في حاجات كثيرة جدا نحن محتاجين لها في البلد يعني ومفاهيم مهمة جدا أنت ذكرتيها نحن بنحتاج نشتغل عليها هي قصة التعلم الإلكتروني ما سينكرونس ليرنينج ممكن يكون سينكرونس أو الحالة الثانية لكن في واقعنا الحالي إحنا بنحتاج نبدأ بالسينكرونس ليرنينج للأسباب اللي أنت ذكرتيها الحاجة الثانية المهمة جدا برضو مسألة النيد أسيسمنت والمشاركة كل الهولدر في العملية التعليمية دي حاجة النقطة الثالثة المسألة المرتبطة بالأدوار بتاعة المسؤولية الاجتماعية لشركات الاتصال يعني دي حاجة مهمة جدا جدا هتساعدنا احنا الحمد لله لما كان بدينا في الويبينارز الناس كانت قصة الانترنت لكن الحمد لله يمكن بعد الأول تاني ما سمعناها فواضح يعني الناس انتقلت من مرحلة ايرجنسي للشغل عديد بكرر شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك وبقترح يعني لو تكرمت يكون في سلسلة بتاعت ويبينارز بتتكلم عن الامبليمنتيشن في المستقبل يعني خاصة يعني لو وفقت في انه نقلت خبرات في المسائل المرتبطه بالتطبيق بيكون كويس شديد جزاك الله خير وجزاك الله خير دكتور نور والسلام عليكم طبعا دكتور محمد حسن ودكتور محمد الحسن الاثنين متخصصين في التعليم الطبي وهم في كليه الطب جامعه الشارقه عندهم سلسله بتاعت ويبينارز اتعملت وصلنا للويبينار نمبر 4 ويوم الاثنين الجاي ان شاء الله في الويبينار نمرة 5 خطيت أنا هنا في التعليقات في الناس الموجودين في الجلسة بتاع الزوم جروب الواتساب للأساتذة المهتمين بالتعليم الإلكتروني دكتور محمد حسن محمد الحسن دكتور شاهيناز وعدد من الأساتذة بروف أحمد من زعيم الأزهري كلهم موجودين في جروب الواتساب ده فالناس ممكن تضم الجروب الناس المهتمين وهو جروب مخصص فقط للتعليم الإلكتروني والتنسيق في المبادرات طيب دكتور شاهيناز السلسلة اللي اقترحها دكتور محمد حسن هل ممكن تتعامل يعني يكون فيها حاجة عن جوجل كلاس روم يتعامل فيها حاجة عن مايكروسوفت ليرنينج والأوفيس 365 هل حاجة زي دي ممكن تعملها لنا سلسلة؟ جدا ما عندي أي مانع طيب تمام بارك الله فيك اللي هو نحن عايزين ناخد الجانب التكنيكال يعني إن أنا أعمل زي دورة تدريبية يعني بالضبط هاي يعني بالضبط كده دكتور شاهيناز يعني على اساس انه يكون الشغل متكامل زي ما تقول نحن وي كفر ذا البيدا جوجيكال بارت ريالي يعني جزاك الله خير احنا محتاجين للحاجه اللي شفتي البوكليت اللي عملتيه
البوكليت الجميل عن ربي يديك العافيه اللي عملتيه ده. فكله جابتر فيه عباره عن تريننج، لانه دي الحاجه الناس الان ربما يكون واحده من الحاجات اللي ما مشجع الناس يعني تبدا بصوره كويسه. في كثير من التساؤلات قد تكون في اسهانهم. وبنفس العرض اللي عرضتيه اليوم وفقا للكونتكست بتاعنا في السودان، فلو قدمتيه يعني بجد تكون خدمتي البلد كثير جدا ان شاء الله. والله ما عندي اي مانع، ليه الشرف اصلا انه تطلبوا مني طلب زي ده؟ ليه الشرف ان شاء الله. الله يفيكم الخير يا اساتذه، يعني صراحه دي حاجه محريه فيكم. طيب بالنسبه للتسجيل يا اخواننا بتاع الويبينار ده بيكون موجود في القناه بتاعت الباحثين السودانيين في اليوتيوب، وهو حاليا ستريمد وهيحفظ في قناه الباحثين السودانيين في مجموعه الباحثين السودانيين في الفيسبوك، فالناس ما تشيل هم، التسجيل موجود وممكن يصلوا له بسهوله يعني ان شاء الله. عايشه انا عملت ام ميوت، ممكن تفضلي. سلام عليكم، كيف الحال؟ اولا شكري لكم على هذا التقديم الرائع، والشكر الجزيل للدكتوره شاهيناز التي عودتنا دائما على برامجها يعني، واستفدنا من التخصص يعني ما شاء الله. طبعا بدات كيميائيه، هي كانت تخصصها كيميائي وانتقلت للجانب التقني لفائده البلد أكيد بإذن الله. طبعاً دائماً صلغورة يفكر في القرى أولاً. التعليم الإلكتروني فائدة استفادت منها الدول الأخرى في. دكتور عائشة يا ريت لو عرفتي نفسك بس والإنستيتيوشن اللي تعمل. دكتور عائشة محمد عثمان من جامعة الإمام المهدي، لكن الآن في جامعة حفر الباطن بالسعودية، وأنا صديقة للدكتورة شاهينال، يمكن دفعة واحدة. يا هلا شرفنا، تفضلي. بتكلم طبعا، بقول لك انه دائما افكر في التعليم الالكتروني. الان نحن ننظر الوضع في السعودية، وحتى تخرج عملناه اونلاين، كل شيء يعني، ما وقفنا المحاضرات، ما وقفنا الاختبارات، ما وقفنا تخرج الطلاب. وفي نفس الوقت ننظر الى طلابنا في السودان، وقفوا اختبارات الشهادة السودانية، المدارس، الجامعات، وتاخر وكله. فالواحد يأمل إنه الأشياء المقترحة تجد تنفيذ، والناس تستفيد من زي ما ذكرت الدكتورة، وسائل شركات الاتصالات، توفير البيئة المناسبة، حتى التعليم عن بعد اللي هو يعني الدكتورة تحدثت عن السيديهات الأسطوانة وكذا، يعني تهيئة هذه البيئة للمناطق النائية حتى تكون في مراكز للتدريب في كل عاصمة ولاية أو مدينة، إنه يجتمع الأساتذة لإعداد أسطوانات في المقررات، مثلاً الثانويات، الجامعات وكذا، لكي تكون متاحة في أماكن معروفة إن هذه هي الأسطوانات مبثوثة أو أسطوانات تسجل وترسل أو كذا. فنحن في حاجة لذلك، ونأمل إنه الأشياء دي تجد تنفيذ وعاجل لكي نتلافى الأعمار والمصائر الطلاب ومصائر كثير من أولادنا جالسين بسبب إنه إحنا ما تقدمنا في الجانب التقني. فشكرا جزيلا للدكتورة شاهيناز وللقائمين على هذا يعني الإعداد الجميل لبرنامج التعليم الإلكتروني، ونأمل إنه نراه في السودان قريب. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا دكتورة عائشة. جزيلا يا دكتور عائشة، معلش يا دكتور رنا، بس كلام دكتور عائشة بهني لي حاجة. ليه نحن ما في السودان ما نلجأ لفكرة إنه نحن نعمل شبكة دعم التدريس بالتعاون بين الجامعات؟ يعني مثلا أنا بدرس مثلا زي المقرر بتاع عيدا، مثلا تكنولوجيا تعليم بدرس أو تعليم إلكتروني، مثلا بدرس أنا مثلا في جامعة السودان، أنا تابع لجامعة السودان، أنا مثلا من أجر، أنا أمثل شبكة دعم في المنطقة بتاعتي لأي زول عنده مشكلة في المقرر ده، أنا واحدة في شبكة الدعم، يعني نعمل شبكة بالمناطق والمقررات، ما ضروري أنا في الجامعة الفلانية بس، لأنه الجامعة الفلانية ممكن يكون عندها ممثل في منطقة ما عندها ممثل مثلاً. ليه ما نعمل شبكة الدعم دي بالتعاون بين الجامعات؟ ده برضو شكل من الأشياء اللي ممكن أمثل أعمل فيها دعم. وتاني في حاجة جداً مهمة برضو أنا انتبهت إنه أنا ما ذكرتها، في الفترة دي لازم يكون فيها نفعل فيها الإشراف الأكاديمي، لازم إنه كل كذا طالب في الجامعة عندهم إشراف أكاديمي، لازم عشان أنا أقدر أعرف مشكلاته شنو، الوقف وشنو، المستمر منه والما مستمر منه، المشكلة شنو، أنا ممكن
أقدر أعالجها وعالجها لازم. كل عدد من الطلاب عندهم مشرف أكاديمي لصيق بالطلاب، لازم عارف مشاكلهم حتى لو بجروب في الواتس أو بصفحة بالفيس. كل حاجات لازم تحصل تبهيلها في السودان، لأن نحن قبل كده ما مفعل عندنا بشكل كبير. كلامك ممتاز جدا. طبعا يا دكتورة برضو الكلام ده بيسوقنا لحتتين، اللي هي دور رابط الخريجين من الجامعات في دعم يعني الجامعة والمجتمع الجامعي في ظروف زي دي، والدور الثاني بتاع اتحاد الطلاب ولا الروابط بتاع الطلاب في وقت زي ده. يعني دول هم اكثر ناس ممكن عملوا ريبورتينج كويس عن الحاجة الحاصلة لزملائهم وزميلاتهم لو في اتعزل الاتصال. طيب في ايمن، دكتور ايمن تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير يا اخونا دكتور انور، وان شاء الله في ميزان حسناتك. ومن خلفك يعني نشكر الدكتوره شاهيناز على التطواف الجميل والعصف الدماغ والبرين ستورمينج ده. انا داير بس اناقشها في نقطه واحده عشان نقدر نطلع بشيء، وانا بعتبرها هي كور في الموضوع ده وفي نجاحه وفشله في واقعنا السوداني، اللي هي النقطه هي بدت بها لكن مرت عليها سريع. هي من توصياتها انه الاي ليرنينج ده يبقى اوبشنال، يعني الطلاب يخيروا الطلاب. يعني واحنا عارفين انه ما في طالب بيرضى انه دفعته تفوته وهو يتاخر. نمره 2، نحن في ظل الثوره هسي الحريه والعداله، ونقول لك والله يا اخي ده بقى بتاع الناس الاغنياء، ونحن عشان الناس غاليين وناس هابش فخلونا لا قالوا يمروا ديل. والناس هل حصل لهم انكوربوريشن ودخلوا مثلا اوبشنالي ديل، هل بعد حيفوتوا؟ يعني الحته دي بالذات اتمنى انه تاخذ حقها من النقاش، لانه كل العمليه دي وفشلها ونجاحها بيبنى عليها. انا بالمناسبه تابعت تعليقات الطلاب على التقرير بتاع النيد اسسمنت بتاع ناس بروف السيد بتاع الازهري. ايوه بروف احمد السيد. ايوه نعم، صراحه يعني الاساتذه الطلاب غيره حاجه يعني صراحه يعني تربل جدا وعايزه وقفه. الحته بتاعت كونها اوبشن او اوبشن دي ارجو شويه كده تتناقش، وجزاكم الله خير. طيب دكتور شاهيناز. لك يا دكتور، شكرا لك يديك العافيه. لكن هي فكره اوبشنال ما اوبشنال دي ما في طريقه، يعني انها لازم تكون عشان الظروف اللي احنا ما عارفينها دي. ما هو اصلا يعني الوضع الانساني الحالي ما بيخليني انا اجبر كل الطلاب انه لازم ينخرطوا في تعليم الكتروني، اخليها لهم اوبشنال حسب وضعهم. وقلنا كمان انا يعني عشان الحكايه تبقى فير كمان وما فيها ظلم للطالب، انا السنه الاول سيمستر العمل دروب ده هشيله خالص، ما مر علي في عمره، ما مر علي سنينه دراسيه، ما حيحتسب معاه وما حيحتسب معاه كمان، يعني ما حيحتسب يتاخر تيرم، وما حيحتسب في معدل التراكمي، ما حيخش في معدل التراكمي. لكن كمان احنا قلنا ثاني في حاجه انه انا حاشجعهم، مش ما حاشجعهم، انا كمؤسسه حاشجعهم انه كلهم ينخرطوا في التعليم الالكتروني ده، حتى ساكنين في قرى والما عندهم نت وفرنا لهم حاجات ثانيه، خيارات اخرى، وفرنا لهم قناه التلفزيون، وفرنا لهم اذاعه، وفرنا لهم شيتات يحصلوا عليها سائل مكتوبه، وعملنا لهم جروب في الواتس لو عايزين يسالوا من الشيت ده يقدروا يسالوا منه، اديناهم كل الخيارات الممكنه، وكمان خفضنا التكلفه زي ما قلنا، التكلفه بتاعتنا بقت مخفضه لانه الطالب ما صارف حاجات ثانيه، وهو الخيار موجود وافوردبل للكل، افوردبل كلهم ممكن يحصلوا عليه، وفي نفس الوقت اوبشنال عشان انا ما اكون يعني قسيت على الطالب. بعد كده الطالب له الخيار، اللي قادر يواصل مرحب به، ما قادر يواصل كمان انا كده بكون ظلمت الثانيين انه انا حرمتهم خليني واصل، القادر يواصل بيواصل والمضطر يقيف بيقيف. فانا ما عارفه شايفه هي ما في النهايه مقترح يعني يلقى ممكن موافقه يعني من الجهات المختصه التنفيذيه وممكن لا. تمام. طيب في ناس بيسالوا انه دايرين مداخله، يعني الناس الموجودين داخل الغرفه بتاع الزوم يا اخوانا في البارتيسيبنتس المشاركين في الزوم ده لو دوستوا فيها بتلقوا في خاصيه بتاعت رفع اليد، ممكن تختاروا ترفعوا يدكم وتتكلموا. في دكتور عبد الرحيم تفضل. السلام عليكم، شكرا دكتور انور، شكرا دكتور ناس. انا عبد الرحيم الكجاني، محاضر جامعه البحري، حاليا طالب دكتوراه في جامعه سقط في هنغاريا. الكلام جميل جدا عن الموضوع والتعليم الالكتروني، وهو المفترض الناس تشجع وتبدا فيه بصوره جاده.
بشكر أنا دكتورة شاهيناز على الجهد العظيم والجهد الغيم ده، ربنا إن شاء الله يجزاه خير. لكن في حاجة بس بسيطة أنا ملاحظة، إنه نحن استيل يعني في أساسيات، يعني قبل ما نجي للفكرة بتاعت التعليم الإلكتروني بالصورة المتقدمة اللي إحنا شايفينه حاليا، اللي هي موضوع التعامل بتاع جامعاتنا ذاتها مع الويب سايتس حقتها. يعني أنا أضرب مثل في إنه أنت لو أسي حاليا مشيت الجامعات يعني ما بتلقى ألو سامعينك هاي تفضل. ايوه اذا يعني اذا انت مشيت الجامعات عينت المواقع الالكترونيه حق الجامعات، المواقع الالكترونيه ما في اي ماده علميه للطالب. يعني احنا كنا في جامعه طالبنا بانه يدونا يعني صفحه في الموقع بحيث انه انت يعني تقدر ترفع فيها الماتيريال حقتك، يعني بدل ما انت تطلع شيت للطالب شيت يكون مقصور على انه يكون هو حاجه طبعا هاند كوبيز. طلبنا بأنه يدونا صفحات نحن نقدر يعني نرفع كل المقررات الدراسية حق الحاجات دي. فصدمنا بأنه الحاجات دي هي بس يعني متاحة لناس معينين أو متاحة من أستاذ مساعد وليفو. فدي واحدة من الأشكال. نحن محتاجين يعني ما دار أقول نوع الجامعات نفسها، لكن الجامعات بتاعتنا مفترض تنتبه لأنه في كومبوننت أساسية ناقصة، اللي هي موضوع شمول الموقع بتاع الجامعة، شمول الأكاديمي، بحيث إنه الطالب لما يجي يفتش عن معلومة والحاجة محرك البحث تجي له والماتيريال حقته تدرسها له الأستاذ نفسه، يلقاه قدامه في أي وقت في أي مكان في أي زمان، حتى ذاته ما بيكون محتاجة ميجا بايتات عالية، مجرد تصفح بصفح الماتيريال حقته. والخيار الثاني أنا كنت قريت في الهند، يعني كنت أنت لو فاتتك المحاضرة بتمشي طوالي في الغرف بتاعت الفيديوهات اللي هي ملحقة طيب حق الجامعة بتلقى المحاضرة مسجلة. يعني احنا محتاجين ننمي الحاجات دي، ومحتاجين الحاجات دي تؤدرست، والجامعات مفترض الحاجات دي تنتبه لها لأنها حاجات مهمة جدا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحيم. شكرا جزيلا. وفي حاجه كمان انتبه لها، انه اصلا جوجل مديانا خدمه بتاعت الويب سايت مجاني، يعني انا ممكن اعمل ويب سايت مجاني، انا حتى بعرض التدريس بيكون على السايت بتاعي على طول، حتى ولا على الجامعه الويب سايت حقي، وبنزل حاجاتي انا فيه، كانت وسايط فيديوهات صور ملفات عاديه، لو انا حاسجل صوت كلها متاحه في الويب سايت بتاع جوجل المجاني. أنا ممكن أعمل ويب سايت وأدعو الطلاب لأنه يخشوا أديهم الرابط بتاعه، يعني دي برضو واحدة من الخيارات الموجودة، وهو كل الحاجات دي بتتحل بسهولة لو الناس فعلاً استخدمت نظام الليرنينج مانجمنت سيستم، لأنه منظم الحاجة. يعني أنا بكون أنا عضو تدريس محدد وعندي مكان محدد وصفحة محددة، موضوعات محددة نازلة بطريقة محددة، فدي بتريح الطالب حتى في البحث، يعني إنه ما حيضطر يفتش لأنه بس نازلة مقررات وبس. دي واحدة من الحاجات اللي بتنظم يعني في الانترنت. يا دكتور انور تمام. اللي هو انا هاخد كسي برضو العنوان بتاع جوجل سايتس، انا كنت بستخدمها ايام يعني كنت استاذ في جامعة الملك فيصل في السعودية، كان عندي سايت بنزل فيه المحاضرات بتاعتي، رغم انه الجامعة كان عندها الحتة بتاعتها، لكن جوجل كان يعني الايز بتاعها. لو دي حاجة ما بس يعني قاصرة على الناس الموجودين في السودان ولا خاضع العقوبات الامريكية، زي ما عندنا جيميل ممكن يكون عندنا جوجل سايت ممكن اي استاذ يعملها. لكن طبعا الاوبتيمم او الافضل انه الجامعه تهتم بالويب سايت بتاعها، مش كانه والله يا اخي وسيله اعلاميه، وانما اداه من الادوات الاساسيه بتاع التعليم والتعلم في الجامعه، وتهتم بالموضوع ده. يعني شكرا لك عبد الرحيم. في اسي دكتوره وسام. دكتور وسام تفضلي. ولا دكتور وسيم؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. دكتور وسيم، ايوه وسيم، سلامة النظر ما وسام. اي والله معلش ما لابس النظارة، عارفين ليك. طيب انا دكتور وسيم محمد علي، محاضر في جامعة الخرطوم، كلية علوم المختبرات الطبية قسم امراض الدم، ريسيرش اسوشيت في جامعة لايبسيش في المانيا.
طيب شكرا لك كثير يا دكتوره شاهيناز، كثر خيرك كثير على الـ على الـ presentation. well done as usual. المداخله بتاعتي انه المشكله في السودان في ليك من الانستيتيوت تو انستيتيوت كولابوريشن، يعني حتى احنا في جامعه الخرطوم عمل استبيان للاساتذه وللطلاب على اساس انه يعملوا يعني التحول الالكتروني للكوفيد 19 عشان الكوفيد 19، لكن ما عارفين يعني انا استاذ في الجامعه، لكن ما عارف مثلا الجامعات الثانيه هل عملت نفس الحاجه عشان تشوف راي الاساتذه وراي الطلاب. دي مشكله كبيره، يعني دي حاجه لازم مدراء الجامعات وامناء الشؤون العلميه في الجامعات يكون على الاقل مع وزاره التعليم العالي عندهم كولابوريشن مع بعض عشان يعرفوا الرؤيه كلها مع بعض كيف، يعني امكانيات الجامعات سواء كانت خاصه او حكوميه. دي النقطة الأولى، لأنه رأي الطلاب برضو مهم، يعني في استبيان من جامعة الخرطوم حتى في الويب سايت بتاع الجامعة قبل يحصل له هاكين، يعني لأنه هو الويب سايت بتاع الجامعة ذاته تخيل إنه يحصل له يعني يتهكر، ودي مشكلة يعني حتواجه كل الجامعات اللي قدام لو ما في مستوى الأمان المطلوب حتبقى مشكلة كبيرة في الامتحانات والإيفالويشن. دي النقطة الأولى. السؤال الثاني بالنسبة للأساتذة والبروفات اللي هنا متخصصين في التعليم الطبي، في مشكلة نحن عندنا في المجال الطبي إنه نحن لازم نعمل evaluation للستودنت من ناحية practical. يعني هنا في ألمانيا طبعا هم متطورين في الموضوع بتاع التعليم الإلكتروني، لكن عندهم بالنسبة للطلاب اللي يدرسوا في المجال الطبي لازم يجوا الجامعة فترة من الفترات إن شاء الله لو شهر واحد ولا شهرين المهم عشان يعملوا evaluation لهم للهاند سكيلز. اي نعم انا ممكن ادرس الطالب بتاعي باي ليرنينج يعني او الكترونيك وبعد ذاك، لكن في حاجات معينه لازم يشتغلها براكتيكال في المجال الطبي عموما. يعني الحاجه الثالثه والاخيره انه الاساتذه ذاتهم لابد انهم هم يتدربوا على الاقل انهم يستعملوا السوفت وير بتاعت مثلا كامتازيا ادوب كابتيفيت اند سو اون، بالذات الاساتذه الكبار. يعني ممكن احنا الصغار ديل ممكن نكون تو كاتش اب الابلكيشن سريع، لكن البروفيسور الكبير البروفيسور الكبار يعني ربنا يديهم الصحه جميعا، التعامل مع التكنولوجيا مشكله. فلازم يحصل ابجريدنج للاساتذه في السودان في الموضوع ده. الحاجه الاخيره انا قلت اخيره لكن الحاجه الاخيره انه كان في دورات تدريبيه اسمها education and technology من جامعه من وزاره التعليم العالي جامعه الخرطوم تحديدا في جامعه الخرطوم مركز التدريب المتقدم حاجه زي دي، وفي اساتذه كانوا بيجوا يعني عشان يحصل لهم upgrading من lecturer لassistant professor. الدورات الحتميه دي لازم تاخدها، يعني في حاجه كان اسمها education and technology والناس كانت بتجي تعمل attendance وتمشي بس، لكن الحاجه دي كانت مفيده جدا جدا بالنسبه لي انا يعني بيرسونال، وما جيت استفدت منها الا هنا لما جيت المانيا. ففي حاجات كده الزول في السودان قاعده لكن الناس اصلا ما يعني ما بتديها اي بال. فنحن حس بجد محتاجين للاساتذه ذات، خلينا من الطلبه استاذ دكتور شاهيناز تكلمت على السوليوشنز بالنسبه للطلبه، لكن بالنسبه للاستاذ الجامعي ذاته محتاج يعني شغل كثير جدا جدا بالذات الأساتذة الكبار، يعني من انهم يحضروا محاضراتهم كيف عن طريق التكنولوجي وبعد ذلك حزم اللي هو ابلودين والقصة بتاعت الإيفالويشن دي ليتر اون بالجيه، لكن لازم الطلبة دي يرجعوا سنتين it is too much للطلاب انهم يكونوا بعيدين من يعني بعد الثورة وثاني حتى تجي كوفيد 19 صعب جدا جدا ان الطلاب دي نفسيا انهم يرجعوا التراك بتاع الإدوكيشن، مشكلة كبيرة لازم يرجعوا بقدر الإمكان، يعني الناس تلقى لها سوليوشن مش الناس تبدأ تخط عقبات إنه لا نحن ما هنتطور، لا نحن الشبكة كعبة في السودان، لا نحن لازم نلقى سوليوشن والطلبة دي يرجعوا عشان ما يفوتهم العالم أكثر من نحن أصلاً متأخرين. شكرا لكم كثير. شكرا دكتور وسيم، والله اسم جميل يا اخي. المركز بتاع جامعه الخرطوم هو مركز التدريب المتقدم، عندنا معاهم شراكه، احنا في الباحثين السودانيين عندنا شراكه معاهم وفعلا بيقدم دورات حتميه مهمه جدا جدا جدا.
لكن بما انه المركز نفسه هسه قافل في الوقت الراهن ده، فنحن بالتعاون مع دكتور محمد حسن ومحمد الحسن ودكتور شاهيناز وكل الاساتذه الثانيين الحابين يتطوعوا في حل، يعني يكونوا جزء من حل المشاكل بما فيهم انت ذاتك يا دكتور، حنقدم دورات ان شاء الله للاساتذه في الفتره الجايه دي، وحيكون في بايلوت، البايلوت ده غالبا حيكون مع جامعه الزعيم الازهري لانه دكتور الوليد ودكتور احمد السيد ودكتور نصر الدين ديل الثلاثه موجودين كجزء من المجموعه بتاعه التعليم الالكتروني التنسيق بتاعه، واللي خطينا الرابط بتاعه بتاع الواتساب، فالناس ممكن يخشوا المجموعه ويحصل التنسيق هناك ونشوف الجابس وين زي ما قالت الدكتوره، عندنا سوات اناليسيس نشوف شنو الناقص وطوالي تفيد احنا في مجموعه الباحثين السودانيه وبحيث الناس كلها انها تشارك وتقدم يعني. طيب دكتور بشير فتحنا لك المايك. او جي هو وان بشير، ما بصراحه لازم صعب يتقري يعني، المايك مفتوح. طيب لو البعيد من المايك ممكن رانيا الرشيد. أخوان بشير الصهير. أخوان أيوة، معليش أنا بصراحة كده الاسم صعب ما قريت. أخوان بشير. أخوان. أوكي تمام تفضلي. تفضلي يا أخوان. دكتور أنور معلش اسمح لي أشكر دكتور وسيم على المداخلة الجميلة اللي قالها قبل شوية، وإنه فعلا نحن في السودان محتاجين للبروفيشنال ديفلوبمنت في المجال بتاع التكنولوجيا التعليم، لازم يعني وحتمي بالنسبة لنا في المرحلة الحالية بذا. أنا يعني بشارك الرأي في الحتة وما عندي مانع. أيوة زي ما اتفقنا قبل شوية إنه إحنا عملنا سلسلة بتاعت development في المجال ده إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. معلش المايك شكله كان ميوتد عشان كده ما قدرت أتكلم. حابة نشكركم جدا ونشكر الدكتور شاهيناز على المحاضرة القيمة جدا جدا. عندي بس نقطتين صغار. النقطة الأولى إنه يعني صراحة أفكار زي دي خسارة تكون حبيسة لفيسبوك ولا واتساب ولا غيره، فياريت لو الأفكار دي تتكتب وتتوصل للمسؤولين الممكن تبقى implemented بعد ذاك، عشان يعني لو المسؤولين حيسمعوا الأصوات والأفكار النيرة زي دي تتطبق الحاجات دي تبقى على أرض الواقع. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه يعني بس هي مع المحاضرة بتاعت الدكتورة أنا كنت أفكر إنه هل نحن في السودان، أنا دكتورة قحوان أنا حاليا في الإمارات، ما عارفة إنه هل نحن في السودان بعيدين كل البعد إنه الحاجة دي تتطبق ولا لا الحاجات دي ما عايزة مثلا infrastructure ولا ده، يعني هي شيء ناس ممكن تكون ذكرت إنه ممكن تكون في الإيد مثلا يعني جوجل فاتح ولا كده، لكن هل still في السودان إحنا ما عندنا شبكة واصلة، ما عندنا يقدروا يعملوا مثلا upload لفيديوهات، هل نحن بعيدين جدا؟ الكلام ده ممكن يكون خرافي على السودان، ده ممكن يتطبق، وهل ممكن حاجات السهلة اللي هو الشعب السوداني ممكن يكون فاهمة زي مثلا واتساب، الواتساب ده هل هي شيء ناس ذكرته في نص الحاجات، هل ممكن الواتساب ده يكون كخيار، يعني هل ممكن شنو يكون بيتطبق سريع وشنو بيتطبق متأخر، الواتساب يعملوا فيه حصص يعملوا فيه أبلود صفحات أبلود شيتات، هل في حاجة ممكن يعني على المدار الحسة على المدار البعيد؟ وشكرا جزيلا. طيب أول حاجة شكرا دكتور أخوان على المداخلة الجميلة، وإنه فعلا يعني وضعنا في السودان الانفراستراكشر بتاعتنا سيئة، ودي حاجة نحن قلنا أصلا يعني ما عندنا يد فيها إلا لو تدخلت فيها وزارة الاتصالات وجهات صاحبة القرار، يعني هي الممكن تتصرف في الحتة دي، بالإضافة لإنه نحن أدينا بعض الخيارات الثانية اللي نحن ممكن نعمل بها حاجة يعني أقل تكلفة زي قنوات التلفزيونية زي الإذاعة زي البنشيت مثلا تملك للطالب، شبكات الدعم الممكن نخدها في الأماكن المختلفة في المناطق المختلفة من أعضاء التدريس،
بمقرراتهم وتوجهاتهم المختلفة الدراسية الأكاديمية. يعني دي كلها خيارات ممكن تكون متاحة نخفف بها التكلفة والمشكلة بتاعت الهاردوير الممكن تواجهنا. أما مشكلة السوفتوير فقلنا أصلاً هي في سوفتوير مجانية ممكن الواحد يستخدمها. يعني السوفتوير المجانية موجودة وممكن الناس تستخدمها على النطاق الفردي يعني. أما على نطاق مؤسسة فدي ما في حل غير إنه تتصرف فيها المؤسسة لأنها محتاجة سيرفرات، محتاجة تشتري اشتراك محدد في مثلاً خدمات جوجل ولا خدمات مايكروسوفت ولا حتى learning management systems. دي كلها حاجات لازم تتصرف فيها المؤسسات يعني، ما في حل غير كده. أو حتى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يعني إنها تملك من خلال كده. فدي حاجة لازم يا دكتورة شهيناز، فيها تدخل لازم أصحاب القرار يعني، ما فيها كلام. بالضبط كده. فيا دكتورة شهيناز عبرك وعبر دكتور أنور والسودانيز ريسيرشر يعني بس بنطالب إنه أفكار نيرة زي دي تتكتب تتقدم وإنتوا قدموها مبسطة بحيث يعني الحياة ما دايرة قروش كثيرة، ممكن تمشوا على كده، تمشوا على جوجل، تمشوا على الخيارات اللي إنتوا بتشوفوها مناسبة، والأفكار اللي ممكن بنبيها بعد ذاك إنفراستركشر على المدى البعيد، الخيار الساهل المتاح ما حيكلفهم كثير، والخيار الممتاز اللي يشتغلوا عليه وعلى خطة بعيدة المدى. تمام ممتاز. طبعاً يا أخواننا برضو من يعني مهم جداً إنه نذكر إنه السيمينار ده تقريباً السيمينار رقم 11 فيما يخص التعليم الإلكتروني مما بدينا السلسلة دي من بداية الجائحة، وحتى اللحظة لحد اللحظة اللي بتكلم فيها دي ما في مسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حضر معنا سيمينار لحد اللحظة دي. يعني إحنا بنقول إنهم والله لو ما حضروا السيمينار معناها ما هم ما مهتمين ولا كده، لكن برضو مهم جدا نشير الكلام ده لان احنا بنحاول نعمل فيه، بنحاول نحل المشكله دي بتاعت طلابنا واساتذتنا وابنائنا واسرنا في السودان للبلد كلها. ما في اي اجنده ثانيه غير الكلام ده. الاساتذه مره من السعوديه، مره من الامارات، مره من قطر، مره من كده، كلنا عندنا نفس الهم. لكن لحد اللحظه دي بصراحه شديده انا اقول لكم ما في زور يتواصل ولا قال يعني في اساتذه مدراء جامعات وكده تواصلوا معنا وموجودين في جروب الواتساب للناس المهتمين بالموضوع ودارين يعالجوا ودارين يسووا لكده، لكن لحد اللحظة دي ما في جهة رسمية، ما في لحد اللحظة دي. حتى أنا سألت سؤال هل في قرار إداري بوقف التعليم إلكترونيا في السودان، وكانت الإجابة إنه ما في، الناس مستنية لجنة الطوارئ العليا إنها تقرر باستئناف الدراسة ولا لا. يعني استئناف الدراسة لو كان إلكترونيا ولا عاديا، فمهم جدا انه كان نذكر النقطه دي. طيب في انتصار شاي كان من قبل بيتسال بانه يقول انتصار تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين يا دكتور شاهيناز ودكتور انور وكل الحضور. اشكر الاخت والحبيبه والزميله شاهيناز، دكتور شاهيناز على يعني المبادره الرائعه. وأنا حاب يعني أعمل مداخلة تختلف شوية عن مداخلات الآخرين في إنه يعني أنا شغالة في المدارس. يعني إحنا في المدارس عندنا التعليم الإلكتروني هنا في المملكة، يعني ما شاء الله تبارك الله مدارسنا من رياض الأطفال، من رياض الأطفال كل الأطفال الآن في جائحة كورونا، من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية الكل شغال بالتعليم الإلكتروني. يعني الطلاب يدخلوا الفصول الإلكترونية اللي هي عبر التيمز، عندنا برنامج التيمز طيب اللي هو بتاع مايكروسوفت، فالموضوع ماشي وسلس وحتى التدريب ما يحتاج. يعني أنا عايز أطمن الناس إنه يعني التدريب حتى كان للكادر إنه كيف يشتغلوا في الموضوع ما أخذ يومين بالضبط والناس كلها اشتغلت من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية بجميع المدارس بشقيها البنين والبنات. طيب إذن التدريب سهل، ممكن الناس تتدرب والموضوع يشتغلوا عليه أوكي. طيب بالنسبة لي البرامج والتطبيقات، أول الزوم مثلا، الزوم في السودان فيه مشكلة لأنه ما من يعني ما من البرامج المتاحة للسودان، يعني اللي عبر اللي هي VPN وزي كده، يعني لازم يتم كسر الشبكه. في عدد من الزملاء داخلين من السودان معانا حاليا في الجلسه دي ب VPN شغالين. ايوه ما اقول لك يعني اللي بال VPN يعني اللي بكسر الشبكه، يعني شيء واضح كده شيء مباشر ما في. طيب لكن في الاشياء البسيطه يعني مثلا الايمو، يعني في المدارس الحكوميه عندنا هنا في رابغ مثلا، في منطقه رابغ في المنطقه الغربيه استخدموا المعلمات الايمو
إذن الإيمو، الإيمو متاح، أتوقع كل السودانيين شغالين بالإيمو. طيب الواتساب، الواتساب رائع وممكن الناس برضو تشتغل عن طريقه. يعني أنا أقول إنه ممكن إحنا نبدأ بالأشياء البسيطة إلين ما يتم التأسيس الكبير للعمل الكامل، واللي هي الاشتراكات بتاعت الجوجل أو سواء كانت الاشتراكات بتاعت مايكروسوفت. طيب أيضا كمان برضو في التليجرام، يعني التليجرام قنواته جدا جدا رائعة، وفي معلمين أنا دائما بأدخل ومشتركة في كثير من القنوات التعليمية، ما شاء الله تبارك الله، يعني شيء رائع وإبداعي في جميع المراحل. يعني دخل فيها في جميع المراحل سواء كان متوسط أو كان ثانوي، بشوف الناس بيعملوا في شنو، ما شاء الله تبارك الله شغل جدا جميل ورائع. وأي معلم عاوز يفيد طلابه يستطيع إنه يفيدهم عن طريق التليجرام، والتليجرام متاح للسودان. تمام، فإحنا ممكن نبدأ الموضوع، يبدأ بالأشياء المتاحة، الشيء المتاح وفي نفس الوقت قليل التكلفة وبالإمكان إنه الناس كمان تشتغل عليه، إليه ما إن شاء الله ربنا يفتح على بلدنا وتتيسر الأمور وكمان يعني تتسهل وننطلق للبرنامج الأكبر والأشياء الأكبر إن شاء الله. شكرا، يعطيكم العافية. ومعليش يعني بس زوجي برضو أستاذ، والموضوع إحنا حاضرين لنا مع بعض، عنده مداخل إن شاء الله عايز يدخل بها إن شاء الله لو تسمح. يعني هلا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتور عمر؟ الله يديك العافية دكتور. لا أنت بخير يا. الله يسلمك. تفضل. الله يسلمك. حي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يفيد بكم السودان إن شاء الله في القريب العاجل. بالنسبة للتجربة، التجربة اللي أصلاً. دكتور يا ريت تعرف نفسك برضو وأفيليتك. عبد المحمود الضوء العشاري. عبد المحمود الضوء العشاري. واضح الصوت؟ مؤسسة؟ أي واضح واضح. شغال في ثانوية دار الذكر الأهلية بجدة. نعم تفضل. ثانوية دار الذكر الأهلية بجدة. تفضل يا أستاذ. بالنسبة للتجربة، بدأنا طبعاً نحن في البداية استخدمنا موقع المدرسة نفسه، ولكن واجهتنا بعض المشكلات بتتعلق بالشبكة نفسها، ضعف الشبكة، لأنه كمية من الطلاب يدخلوا في لحظة واحدة لموقع المدرسة، أدى إلى يعني إلى حد ما إنه بعض الطلاب ما قدروا يدخلوا. في النهاية تغلبنا على الأمر عن طريق الكامتيج ستوديو، اللي صورنا الدروس من البيت ورفعناها على اليوتيوب، رفعنا الرابط على اليوتيوب في قناة سميناها قناة دار الذكر التعليمية. أي طالب ممكن يدخل على الرابط القناة، ينزل الحصص المصورة ويستطيع إنه يحضرها بكل سهولة ويسر. وفي نفس الوقت أولاً تغلبنا على مشكلة الشبكة، وفي نفس الوقت أديناهم مادة علمية موجودة بصورة دائمة، يعني ممكن يرجع لها في أي وقت. وعشان كده المسألة بالنسبة للسودان، أنا متأكد إنه حتكون مشكلة الشبكة حتواجه عدد كبير جداً من الطلاب، فبالتالي الناس تستخدم التقنية تصوير الدروس من البيوت عن طريق البرامج اللي مثلا أنا أفضل برنامج اتعاملت معه اللي هي كامتيج ستوديو، كان ممتاز جدا، بيطلع الحصة في منتهى الروعة، كل التفاصيل واضحة، الشرح بيكون واضح، المادة العلمية كلها مكتملة، وإن شاء الله ربنا ييسر الأمر ونشوف بلدنا في دائما في المقدمه زي ما كانت وترجع للمقدمه باذن الله تعالى. شاكر ومقدر لكم ان شاء الله. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا جزيلا انتصار، شكرا استاذه انتصار واستاذه عبد المحمود، وشكرا لمشاركتكم تجربتكم اصلا، وان شاء الله تجربه رائده ونقدر نمشي لقدام. طيب في رانيا الرشيد، يا ريت تنزل عرف بنفسك. مرحبا بك دكتور انور. تفضلي. السلام ورحمة الله. باحث رانيا الرشيد من المركز القومي للبحوث. شكرا لك دكتور أنور كثير على تحت الفرصة دي، ومشكورة كمان دكتورة شاهيناز على الويبنار الجميل، أنا واحدة من الناس سعيدة إن أنا بحضر فيه، فأنا كباحث بجد بحس إن أنا محتاجة لحاجة زي دي، خاصة إنه حقيقي يعني نحن انظلمنا في التعليم الإلكتروني، لا في الثانوي ولا في الجامعات قدرنا ناخد فرصة في التعليم الإلكتروني. دكتورة شاهيناز، أنا ما حضرت الويبنر من البداية بس حابة
وتفي نقطة زي دي انت ذكرتيها. ايوه يا رانيا تفضل، النقطة شنو؟ ما انا الصوت راح منك في نص الكلام ان هي تفضلي عندها خطة لتقديم محاضرات الكترونية في الجامعات، معلش لو تدينا عنها فكرة بسيطة. ايوه ايوه قصدك الدورات التدريبية. ايوه دي دورات تدريبية حتكون. اول حاجة شكرا رشيد على المداخلة بتاعتك، والفكرة كانت انه عن طريق سودانيز ديكتيشن حتقدم عدد من المحاضرات ان شاء الله. تابعي بس الموقع بتاعه ان شاء الله تلقي الاعلام. ايوه حنعمل ان شاء الله اعلان عن الدورات اللي بتاع التدريب اللي حتقدم للاساتذه يعني اعضاء التدريس في السودان ان شاء الله. يعني حنقول الليله حنغطي مودول، بكره جوجل كلاس روم، بعده تستخدم اسمه شنو ده زوم كيف الى اخره. يعني حنعملها في شكل سلسله وان شاء الله الاساتذه يعني يساعدوا. نعم ان شاء الله. كمان دكتورة شاهيناز انا عندي خبره بسيطه في التدريس في الجامعات، ف حقيقي يعني الوضع محزن. فانا من المحاضره من المحاضرات طلبتها من الطلاب انه يعمل لي ريبورت وسيرش، فالطلاب ما عارفين كيف يبحثوا، يعني شنو ايميل، يعني شنو جوجل. فتخيل مستوى طالب زي ده في الجامعة، وضع محزن. طيب ما عدم إمكانيات، في واحدة من المناقشات هنا في الزل بيقول لا إنه الحاجة دي أوفر على السودان، والله ما الصعوبات الموجودة في السودان، شايلين جوالات كويسة، شايلين لابتوبات بس بيستخدموها في شنو؟ الحاجة ما بتفيدهم، مواصل تواقع اجتماعي، دردشات. النقطة ذكرت إنه إحنا نحفزهم ونشجعهم ونديهم السهل الممكن لهم إنه يتواصلوا مع الناس. ففكرة إنه نعمل جروبات في الواتساب، نعمل مواقع للتواصل الإلكتروني في مواد أساسية في الجامعة، ليه من ضمن المواد الأساسية دي؟ يعني أحفز وأجبر إنه يدرس الحاجة دي لين ما يتخرج، لأنه الطالب بي على الجامعة ما عنده خلفية عن التعليم الإلكتروني أو كيف يستخدم المواقع في إنه يدرس أو يتعلم أو يزيد خبراته. شكرا لك كثير وشكرا كمان دكتور. شكرا لك يا دكتور، كاني فارق جميلة ومبدعة يعني. إن شاء الله والله انا طبعا الفتره الفائده عملنا سيبيان برضو في الباحثين السوداني. سيبيان ما حاجه فورمال، انفورمال يعني عن معنويات الطلاب حاليا، هل يعني هم عشان بعيدين من اسمه شنو من الدراسه وكده، هل هم محبطين ما محبطين الى اخره. النتيجه بتاع السيبيان حاجه فيري انترستينج وحق الناس يعني تنتبه لها. الطلاب حاليا معظم مهتمين بحاجه واحده بس، مهتمين بتقرير لجنه التحقيق في فض الاعتصام في المجزرة. الطلاب ديل همهم كله حاليا دار يعرفوا النتيجة وحق الشهداء وزملانهم، يعني دمه ما راح حدر ولا كده ولا بتاع. فدي واحدة من الحاجات الأساسية الأسي موجودة عند الطلاب، ما يعني ما اهتمام بالتعليم الإلكتروني ولا ترجع الدراسة ولا كده ولا بتاع، اهتمام بأنه ثورتنا دي ما راحت، وأنه والله زملاننا وزميلاتنا الشهداء ديل ما يعني اهتمامهم ما راحت حدر. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يحق الحق يجيب العدالة على أساس إنه كل الناس معنويات ترتفع، يعني زي الطلاب ولا أساتذة ولا غيره. طيب في اسم هنا برضو إي دوت عبد الله الجيلي ولا الجعلي، فكينا لك في حاجة. معلش يا دكتور أنور تفضلي. في حاجة بس بسيطة في القصة اللي أنت تكلمت عنها سيدي. نعم انه اتفضل يا دكتور شاهناز بعد يا عبد الله الجالي. نعم انه اصلا الفكره دي انه الدوره بتاعتنا دي مستمره، دي لازم حاجه ننتبه لها انه حتى الشهداء حقهم ما يضيع، انه احنا ما نضيع اي حاجه ثانيه.
احنا ما نضيع تعليم، ما نضيع صحه، ما نضيع اقتصاد، ما نضيع زراعه، ما نضيع اي حاجه. الشباب اللي خلقوا الثوره يحافظوا على كل المجالات الثانيه في مرحله الخطر في حياتهم، ودي المرحله الصعبه في الثوره اللي احنا بنمر فيها. القانون اللي هم طالبين به وعايزينه، وعايزين كلنا يعني حقوق الشهداء ترجع، في نفس الوقت عايزين تعليمنا يمشي قدامه، عايزين الصحه تمشي قدامه، عايزين الاقتصاد قدامه، عايزين الزراعه قدامه، عايزين بلدنا كلها قدامه. فبالتالي دي الدون القادر اجابه الثوره قادر يجيب هذه الحاجات على المستوى الخاص والجماعي كمان. طيب تفضل عبد الله الجعلي. السلام عليكم. والسلام، تفضل. شكرا دكتور انور، وشكرا دكتورة شاهيناز على المحاضره القيمه. الو. نعم تفضل. ايوه طبعا انا كنت بفتش لمحاضرات حاجات من النوع ده، كنت بفتش لناس يكون عندهم نفس التخصصات دي او عندهم فكره في التعليم الالكتروني وكده. يا ريت الاسم والمكان اللي شغال فيه عشان معلش. عبد الله الجيلي محمد احمد، مدير الشبكات مؤسسه الجهاز الرقمي للمملكه العربيه السعوديه. ما شاء الله شرفنا. الله يخليك. من ضمن المحاضره كان في حاجه بتاعت التعليم الالكتروني دي، وفي بعضها الكتاب الالكتروني. نحن الان شغالين في مكتبه رقميه حتكون ان شاء الله على مستوى الجامعات السودانيه كلها، فيها كل المراجع والبحوث والدراسات العلميه، يعني فيها قواعد معلومات عربية وقواعد معلومات أجنبية، فيها كتاب الكتروني، فيها رسائل جامعية. حتنزل وحنقوم نربطها بالجامعات السودانية كلها، بحيث إنه كل طالب جامعي يخش بالرقم الجامعي حقه والباسورد تبعه ده، إذا اتفعلت المسألة بتاعت البلاك بورد أو الإير ليرنينج زي ما قالت الدكتورة، عشان يعني يقدر يحصل على المراجع اللي هو عاوزها، إذا كانت كتب، إذا كانت رسائل جامعية يقدر على كده. وغريبا حيكون عندنا اشتراك مع دار المنظومه، مع الاربك اي بوك كولكشن، مع المعرفه والجامع الكبير ودار المنهل والاسك زد وبوابه الكتاب العلمي. دي كلها منصات بتاعت كتب عندنا اشتراك معاها، حتتوفر ان شاء الله قريب، حتى كل طالب يقدر يحصل على الكتب الدائره والرسائل اللي هو عاوزها من خلال اشتراكه من خلال جامعته. يعني كل طالب حيكون شنو الموقع بتاع الجامعه حيكون موجود قدامه، حيخشوا من خلال الجامعه بتاعته، اذا كان خاص بجامعه الخرطوم او جامعه الجزيره او خلافه، عنده رقم الجامعه بتاعه يخش بيه، يقدر يتحصل على كل الكتب والمراجع اللي هو عاوزها. ويا ريت تتواصل مع الدكتور ان شاء الله بعد المحاضره للتواصل اكثر ان شاء الله. مرحبا بك. طيب انا بس سؤال قبل ما تمشي، هل الجهد ده جهد تطوعي خيري مجاني، ولا جهد بتاع الشركه بزنس للحكومه في السودان، ولا لا؟ والله ده جهدي شخصي. الفكره كانت اصلا في 2016. نعم 2016 انا انضميت لجروب بتاع كتب، كان بيرسل فيه كتب، وبديت انا كعضو يعني من المجموعه ان اقوم ارسل، فلقيت ان الجروب شويه ماشي الناس بترسل فيه كتب. انا حسب شغلي اونلاين على طول بكون في النت يعني، لقيت شنو كل ما القى فرقه بكون برسل مجموعه بتاعت كتب طلبات، كان جروب واحد. بعد ذاك الفكره تطورت انه الناس خلاص الجروب ده قفل، نعمل مجموعه ثانيه. الان عندنا 20 مجموعه، من المجموعه واحد الى المجموعه 20، كلها مجموعه بتاعت واتساب فيها 275 شخص. فيها زي ثلاثه مجموعات دي خاصه بالميديكال فاض، يعني ما فيها اي كتب غير الطبيه. اما بقيت المجموعات ال 17 هي خاصه بالاستاذ الكتب العامه الثانيه يعني. ما شاء الله يعني ده والله يعني جهد كبير جدا، ربنا يجزيك فيه خير يعني يوفقك. وحاليا يعني عندنا كتب جاهزه الكترونيه، عندنا رسائل جامعيه جاهزه، عندنا مجلات محققه موجوده، يعني قرابه 2 مليون كتاب الكتروني جاهز. ما شاء الله والله ده جهد كبير جدا، ربنا يتقبل منك يا اخي ومن كل من ساعد وفي موضوع زي ده. احنا اخذتنا العنوان بتاع جروب الواتساب للناس المهتمين بالتعليم الالكتروني وكده، فيا ريت تجي داخل فيه على اساس انه طيب طالما عندنا زول اصلا ممكن يوفر الاي لايبرري وعنده فيها الخبره وعنده فيها المعرفه.
انا عملت دخلت في الجروب ان شاء الله بعد المحاضره نخش ونتناقش. ممتاز. شكرا مره ثانيه دكتور انور, شكرا دكتور شاهيناز, كتر خيرك والله. شكرا لك يا دكتور, ما قصرت, جهد مقدر, ربنا ان شاء الله يجزيك بخير يا رب. اللهم امين. طيب دكتوره هند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أحب أول أشكر دكتورة شاهيناز ودكتور أنور على المحاضرة القيمة, وأنا متابعة كل الويبينارز اللي تعرضت في الفيسبوك, يعني شغل مجهود رائع منها, ربنا يوفق إن شاء الله. بداية أحب أنه أحكي التجربة بتاعتنا هنا في السعودية في جامعة دار العلوم. أنا أسيستنت بروفيسور شغالة في كلية الهندسة المعمارية. زي ما تفضلتوا يعني هي التجربة كانت سريعة جداً, وكان ما كان عندنا سابق تجربة في الأونلاين سيستم, وعملوا لنا ووركشوب قبل التنفيذ بيومين لكل الستاف, استوعبناها بسرعة لأنه كان already كان في continuous education and learning training program for the faculty member يعني, ودعمت برضو ووركشوب مكثفة للطلاب كمان, وبدأ التنفيذ فورا. كان في صعوبة في التنفيذ, والسيستم بتاع student learning موجود ومنفذ من فترة طويلة يعني, فكانت تجربة رائعة بصراحة. الحاجة الكويسة إن الوزارة نفسها كانت متابعة الموضوع ده بدقة شديدة, وكانوا بيشوفوا التنفيذ بتاع التجربة day by day, بيشوفوا عدد الطلاب اللي دخلوا في السيستم عددهم كم على مستوى المملكة منطقة, عدد الكورسات اللي تنفذت في نفس اليوم, الغياب كان نسبته كم, فكان رصد دقيق جدا التجربة نفسها. بعد 3 شهور تقريبا في نهاية السيمستر يتوزع سيرفي برضو من الوزارة لقياس التجربة نفسها, فما كان في مشكلة عندنا هنا في السعودية. لكن في الحقيقة طبعا الواحد متابع للشيء الحاصل في السودان, فهي حاجة مؤسفة جدا انه يعني كل ما تحصل مشكلة سواء كانت الثورة او كانت الكوفيد 19 طوالي بيتم اغلاق للمدارس بشكل يعني فورا, ثم يعني ما يلاحظوا مثلا نازل حقيقة عليهم سنة كاملة حتى ضاعت عليهم 2. ففي نقطة أنا حابة أشير لها إنه جامعة كمبيوتر مان كنت أنا شغالة فيها قبل كده قبل ما أجي السعودية هنا, عندهم سابق تجربة للأونلاين سيستم في 2009. كان دكتور أبو بكر حاول يطبق النظام ده عندنا في الجامعة هناك, وعمل student learning system بحيث إنه الطالبين يدخل ويشوف المحاضرات وصفحة لكل أستاذ, وكل الكلام ده بدأ يتنفذ عندنا هناك في السودان. بس للأسف ما كان في استجابة من الأساتذة نفسهم, زي ما أنتم عارفين إن الأستاذ بيكون في محاضرات بيأديها بسرعة وبيطلع من الجامعة بيكون في شغل تاني. دي الحاجة إحنا ملاحظينها إنه كان في يعني زي المعيشة يعني ضغط المعيشة, والناس دائما بتطلع من الجامعات وكده, ففي عدم ارتباط للأستاذ بالجامعة. يعني الناس ما قاعدة طوال عشان تتابع العملية التعليمية بشكل دقيق. ففي نقطة أنا عايزة أشوف كيف ممكن نحلها عندنا في السودان, يعني إنه الأستاذ يكون مرتبط بجامعته, مرتبط بطلابه, يتابعهم بدقة, الإرشاد الأكاديمي, السيستم نفسه بتاع الستودنت ليرنينج سيستم, رفع الأسايمنت, التعقيب على الأسايمنت, الحاجات كلها ما موجودة عندنا في السودان. الحاجة الثانية عندنا هنا في السعودية الأكريديتيشن بروجرام, يعني في الجامعة من 2013 على مدار 6 سنوات نحن على 3 بروجرام, واحد على مستوى السعودية اللي هو NCAA, وحتى شغالين على الترفيع البرامجي المستوى الأركيتكشر بروجرام, وأخذنا كمان ترفيع عالمي اللي هو الناب بروجرام أمريكان بروجرام. طبعا ده بيجود العملية التعليمية نفسها, يعني العملية التعليمية من الكورس سيلابس, الكورس سبيسيفيكيشن, الكورس ريبورت, متابعة الطالب, student learning system, كل العملية بتكون مجودة وبدقة شديدة. والحاجة ده عشان هي تتم عندنا في السودان لازم الأستاذ يكون مرتبط بالجامعة, يكون قاعد متابع العملية دي بدقة شديدة. الحاجة الثالثة الحاجة نبه عليها, عندي ولدي حسا قاعد أقدم له في ماستر بروجرام في بريطانيا, لاحظت إنه الجامعات السودانية ما مدرجة عندهم في السيستم هناك, يعني بصعوبة شديد قعدت أفتش
بعد الألف لقيت الجامعة الخرطوم دي بعد ألف جامعة يمكن ألف مية حتى جات ظهر عندي في النظام بتاعهم. فده مجهود شخصي بالنسبة لكل جامعة، ما محتاجة إن الوزارة تشتغل عليه. يعني مثلا جامعة السودان تشتغل على نفسها، جامعة كمبيوترمان تشتغل على نفسها، جامعة الخرطوم تشتغل على نفسها. تجويد النظام الداخلي الجامعي العملية التعليمية تكون مجودة، ونشتغل على الأكسيديشن بروجرام على مستوى برضو اللوكالي والعاجئين، ما محتاجين إن إحنا نعد عليها، نكون أول اللي إحنا عدينا نفسنا لمراحل تيدي. وشكرا جزيلا مرة ثانية. شكرا جزيلا دكتورة هند. في مداخلة دكتورة شاهيناز في تعقيب ولا حاجة؟ شكرا دكتورة هند، كلامك أيوة كلامها مهم يا دكتور أنور. نعم طيب مظفر، جدا مهمة يعني فعلا موجودة عندنا في الجامعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت الناس تعرف نفسها اخوان، مداخلات مختصرة لأنه باقي لنا 8 دقائق السيمينار ينتهي. تفضل. أيوة أنا بس حابي شكرا لك صراحة دكتور أنور دكتور شاهيناز. أنا مظفر خليفة مهندس كيميائي طالب ماجستير في جامعة أفريقيا. مداخلتي بس هتكون بسيطة إن شاء الله في الحتة بتاعت في المستقبل، يعني ما بعد الكوفيد 19. الكوفيد 19 بلا شك خدت الناس في واقع لازم يتعاملوا معه بإمرجنسي بلانز. ما بعد الكوفيد 19 يعني أنا بقترح النقاش على التعليم الإلكتروني ما يكون محصور بس على التعليم العالي، يعني يكون النقاش حتى على التعليم القبل الجامعي. الطالب يعني عشان يحصل له spontaneous يعني transition من المرحلة بتاعت الثانوي الجامعة، هو يكون already عنده أساسيات التعامل مع التعليم الإلكتروني من قبل كده. فياريت برضو الحاجة دي إذا يعني التعليم الإلكتروني في المرحلة قبل الجامعية إذا تلقى مساحة من النقاش عندكم في الجروب برضو، هذا مقترح. مقترح ممتاز جدا فعلا، إن شاء الله نحاول نفرد له مساحة بتاعت نقاش، وممكن دكتور شاهيناز ولا باقي الدكاترة يغطوا الجزئية دي برضو. دكتور شاهيناز فضلي. ممتاز ايوه ان شاء الله. تمام. كان في حيدر شايف انه كان في نفرين يعني رافعين يدينهم اساسا انه عندهم مداخله، لكن بما انه يعني نزلوا يدينهم مشكورين. نترحب بالجميع الموجودين هنا داخل الجلسه في الليله. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. معاكم دكتور إجلال عوض الله من جامعة الملك خالد. يا هلا ومرحبتين دكتور إجلال، تفضلي. الله يسعدك دكتور أنور، وشكرك ونشكرك ونشكر الدكتور حسين. ما سامعين الصوت صوت بتاعك قفل يا دكتورة، قفلت المايك. سامعيني الآن؟ أي سامعينك تفضلي. أيوة سامعينك. صدى يعني مع صدى. تفضلي بس طيب. أوزي في المداخلة لأنه باقي لنا 4 دقائق. شيء بأنه هذه المبادرة. نعم. باقي لنا 4 دقائق أوجي زياريت في المداخلة عشان 4 دقائق وإحنا في. طيب أنا بختصر كلامي بعد. زين ان شاء الله عشان ما تكون هذه المبادره عندها المبادره دي انا بحسبها انها مرحله على السودان، واصبحت عمليه الانتقال للتعليم الالكتروني شيء حتمي
شيء حتمي، لأنه بجد يعني بحس بأنه طلابنا متأخرين، وحتى يعني البلد أكيد بتجني نتيجة هذا الشيء التأثير، أنه هذه البلد أكيد فأتمنى أنه يعني نفتح باب التدريب المكثف لكل الطلاب والمعلمين في كل المراحل من قبل ناس متطوعين، أي إنسان يعني على حسب مقدرته بالوسيلة اللي هو براها مناسب، حتى أنه الناس تقدر تستعد قبل وقباني على سامعيني دكتورة. دكتورة إجلال شكلها الشبكة من عندها فيها شوية مشاكل، فبالتالي كل مرة بتطلع أوفلاين وتجي راجعة تاني، الصوت بيجي بيمشي. هنا طبعاً أخواننا باقي لنا دقيقتين ونخلص السيمينار، فنديك فرصة تعملي كلوزينج نوتس دكتورة شاهيناز، تفضلي. نشكر دكتورة إجلال يا دكتور أنور على دخلته. نعم، ونشكر كل الحضور الموجودين هنا من الزملاء والزميلات أعضاء التدريس في مختلف يعني أنحاء العالم، الزملاء الدخل من السعودية، من الإمارات، من قطر، من أمريكا، من أوروبا، شكرا جزيلا لكم جميعا. هدفنا واحد في سلسلة بتاعت الويبينارات في مجموعة الباحثين السودانيين، إنه نحاول نوفر أكبر قدر من الخبرات السودانية والتدريب للشباب، بحيث إنه يكونوا ريدي في أي وقت لأنه بيستأنفوا الدراسة. يعني أنا أولادي أنا في المدارس في السودان اليوم فترة طويلة جدا واقفين، ويعني متضررين كلنا من المسألة دي، ودائرين في أقرب فرصة من الفرص إنه تستأنف الدراسة ويرجع البلد، يعني زي يقولوا جيف على حيل، التعليم والتعلم ما يجيف يعني. فشكرا لك جزيلا دكتورة شاهيناز، شكرا لكل الزملاء والزميلات الحضور على هنتابع الناس المهتمين بالتعليم الإلكتروني في الجروب بتاع الواتساب، الناس السألوني منه في الفيسبوك برسل لهم في الخاص عشان برضو بناخد جروب بتاع واتساب ولا نمبر تلفون في الجروب العام في الفيسبوك، وإن شاء الله مواصلة يوم الاثنين إن شاء الله عندنا ويبينار، يوم الأربعاء عندنا ويبينار، وحيكون ما بينهما إن شاء الله تدريب بالنسبة للأساتذة في تنسيق مع دكتور شاهيناز وكل الزملاء والزميلات. نشكركم جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا برضو بشكرك يا دكتور أنور وبشكر جميع الحضور، وإن شاء الله نلتقي في أيام تانية ونلتقي في ويبينار تاني ونلتقي في تدريب تاني إن شاء الله، وربنا يقدرنا نقدم الفيو الخير لبلدنا إن شاء الله ونقدر نمشي معهم لقدام يا رب. إن شاء الله كتر خيرك يا دكتورة، السلام عليكم ورحمة الله.